أها، لن تمري بهذه السرعة. أحتاج إلى تأدية فحص سريع. ترتدين حذاءً مثيراً للاهتمام. كلا، لا يمكنك الدخول. هل تمزحين معي؟ انظري إلى اللافتة، الأحذية ممنوعة. أوه، حسناً. واو، هذه كمية كبيرة من الكروكس. كيف سأعرف أيها خاصتي؟ سيسرقها أحدهم، أنا متأكدة من ذلك. لا يمكنني أن أسمح بحدوث ذلك. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. بوب بوب، هذا ممتع. أوه، قد تكون هذه اللعبة مفيدة. سأخذ هذا. أوبس، آسفة، خذي هذا المشروب. أوه، صودا، شكراً. على الرحب والساعة، هذا ما أحتاج إليه تماماً. الآن سأجعل شكل حذائي مميزاً. سأبدأ بقطع الفقاعات من لعبة الفقاعات. هذه الفقاعات ستضيف بعض الألوان. سأضعها على حذائي وسأستخدم الغراء لألصقها في مكانها. سأستخدم ألواناً مختلفة لإضافة مظهر حيوي أكثر. واو، حصلت على صندل ذي شكل مميز. سأعرف أي صندل أملكه. فبقية الصنادل تبدو مملة جداً. حسناً، هل يمكنني الدخول الآن؟ استمتعي بوقتك، حان وقت الاسترخاء. علي العودة إلى المنزل. سأحضر حذائي فحسب. ها؟ أين حذائي؟ سرقوا أحدهم. باب 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 باب. هذا الحذاء رائع، لكن رائحته كريهة قليلا. أوه، مرحبا. باب باب. أوه، كم هي طفلة لطيفة. مرحبا سيدي، تفضل بالدخول. ستكون هدية مثالية. وصلت في الوقت المناسب. مرحبا ماثيو. إيميلي. إنها اللحظة المناسبة لتقديم الهدية. ما هذا؟ هل لديها هذه الدمية فعلا؟ يا لها من صدفة. ماذا سأقدم لها؟ هذه السماعات. أوه، أجل. لكن علي أولاً عمل بضعة أشياء. السلامة في المقام الأول. لا شيء لأخسره. أجل، ما زلت أتدحرج. كان طريقاً صعباً، لكن هناك بعض الأعمال التي علي إنجازها. نظفي المكان من فضلك. فالأفضل من الهدية العادية هدية مخصصة طبعا، وستكون هذه هدية رائعة بلا شك. سأملأ المساحة البيضاء بالكامل. هكذا، جيد. ثم ألون الوجه. لحسن الحظ لدي الكثير من اللون الأزرق، فهو لونها المفضل. والآن سأضيف التفاصيل الصغيرة. إنها جميلة فعلا. ولن أنسى الأجزاء البيضاء، من الضروري إضافتها هنا أيضا. ممتاز. والآن اللمسات الأخيرة. نحن على وشك الانتهاء. جميل جدا، لكن بقيت خطوة واحدة. سأثبت الشكل بطريقة صحيحة ليبدو حيا. أليس مثاليا؟ لنجرب هذا ثانية. مرحبا، هذا من أجله. مستحيل، إنه كما أريد بالضبط. كيف تمكنت من العثور عليه؟ أوه، ماذا؟ كدت أنسى. أحضرت لك هدية أيضا. هل أعجبت؟ حسنا، حان وقت العناق. أحبك يا أعز صديق. قصة أخرى أخيرة، وها قد أصبح صوري جاهزاً. يبدو لطيفاً. أوه، عادت جينيفر إلى المنزل. مرحباً يا لونا. مرحباً. مهلاً، لقد حصلت على أقراط للجسم. إنها رائعة، أليس كذلك؟ لقد أردت الحصول على شيء مميز. أريد أن أكون مميزة أيضاً. يمكننا أن نكون رفيقات متشابهات في أقراط الجسم. تبدو هذه كفكرة جيدة. هيا بنا. مرحباً، هل تتذكريني؟ أحضرت ضحية أخرى. آني عميلة أخرى. هل تقصدينها؟ أظن أن بإمكاننا جعلها تبدو رائعة. تعالي إلى هنا، ستحبين هذا. أو أعتقد أنني سأفعل هذا حقاً. إذن، أو كنت أفكر في الحصول على بعض أقراط الجسم هنا. رائع، لنفعل هذا. يبدو أنك لست محبة للحديث كثيرا. سيؤلمك هذا.
هل تلك هي الإبرة؟ هذه واحدة من الإبر المستخدمة، لا تتحركي. لقد قلت لا تتحركي. كلا! كان ذلك محرجاً. كانت الإبرة ضخمة، لكني أردت حقاً الحصول على أقراط من الجسم. لا يوجد ما يمكننا فعله الآن، أو ربما يوجد أمر ما. أظن أن لدي فكرة. إننا نحتاج إلى لاصق رموش وإلى هذه الخرزات. لنفعل هذا، سأضع قليلاً من الغراء على الخرز وسأضغط عليها لتثبيتها على بشرتك. والآن لنعطيك قرطاً للأنف. واو، يبدو هذا مذهلاً. ليتني فكرت في هذا. هذا آخر قرط؟ واو، شكراً جزيلاً. وقد كان هذا غير مؤلم بالمرة. تبدين مذهلة. رفيقتان محبتان للأقراط، ستغضب أمي كثيراً. كم أنا متحمسة للصف. أنا لست متحمساً، لقد حان وقت الامتحان. أحب الامتحانات، وخاصة الامتحانات الفنية. سأرسم لوحة بورتري ذاتي، وسأبدأ بالحدود الخارجية، ثم ألون التفاصيل من الداخل، وسأرسم مختلف الزوايا لأمنح الشعر قواماً. سيكون هذا الرسم جيداً للغاية، ويبدو هذا اللون مثالياً للون البشرة. وبعدها سأضيف بعض التفاصيل إلى الملابس. سأستخدم قلماً أبيض اللون لتلوين العينين، فهو يجعل الرسم أفضل ببساطة. أيمكنك رسمي؟ أستطيع فعل ذلك بالطبع، لا تتحرك. سأتبع الخطوات نفسها فحسب. لقد أتقنت رسم الشعر بحق، وقد حان وقت تلوينه الآن. ستكون سعيداً جداً بهذا الرسم يا ليو، وستشعر وكأنك تنظر في المرآة. سأمنحك بعض الملابس الملونة، يجعلني هذا الرسم أشعر بالسعادة. أوشكت على الانتهاء، تفضل. أوه، لقد أحببت رسمك. ماذا؟ هذه لوحاتنا، تراجعي. ماذا تفعلين؟ لا، أنت تمزقينها. لماذا فعلت ذلك؟ ما الذي يحدث؟ يا للهول، آسف، لقد شعرت بالخوف. إنه تحدي الرسم. حسناً، تليق بك هذه الإطلالة يا كلير. كم أحب أحمر شفاهك، لن أمل من تأملك طوال اليوم. هل أنت بخير؟ أتريدين من صنع شيء متماثل؟ يجب أن أثير إعجاب كلير. ما رأيك في تجديد إطلالة بهذا الشكل؟ يبدو مظهرك غريباً. خطرت لي فكرة، انظروا إلى ذلك. لقد أوحى لي بفكرة رائعة. سأحتاج إلى المقص. سأطوي قطعة ورق، ثم أقص جزءاً صغيراً منها، وسأطوي الورقة على نفسها، ثم أبدأ في الرسم. سأرسم الوحش الأزرق، لكنني أريد رسمه فوق الجزء المطوي. والآن سأفتح الورقة المطوية، ثم أرسم في المساحة الفارغة. سأرسم وجهاً بشرياً، وبعدها سأستكمل رسم الجسم، وسأضيف بعض التفاصيل الصغيرة بهذا الشكل بالضبط. لقد حان وقت الجزء الممتع. سيكون هذا الجزء شبيهاً بما يوجد في الرأس من الداخل. أريده أن يبدو وكأنه يتمدد. من الواضح أنني سأحتاج إلى حبر أزرق، ثم حبر بلون اللحم، وسأستخدم الحبر الأصفر لتلوين التاج. يبدو هذا رائعاً. ليس علي سوى تلوين الأجزاء القليلة المتبقية، وها قد انتهيت. إذا طويت الورقة فستبدو كرسمة عادية، لكنها تخفي مفاجأة بين طياتها. حسناً، حان دوري. سأبدأ بطي الورقة على نفسها، وسأرسم قلباً يعبر عن الحب في المنتصف، ثم ألونه من الداخل. من المؤكد أنني سأستخدم اللون الأحمر. سألتزم بالتلوين داخل الخطوط فحسب. هذان القفزان يمنحان ملمساً لطيفاً. أستطيع فتح الورقة بمجرد الانتهاء من هذه الخطوة. لقد رسمت ثنائياً يحبان بعضهما في الداخل. أود التظاهر بأنهما يمثلان أنا وكلير. سأمر على خط القلم الرصاص بقلم حبر أسود. يجب أن ألتزم بالخطوط فحسب، وبعدها سأضيف الألوان. سأمنح الفتاة شعراً أسود اللون، إذ من المفترض أن تمثل كلير. آمل أن تفهم التلميح. أريد أن يكون الرسم مثالياً. هذا هو الخطاب الغرامي الذي سأرسله إليها. يشبهنا هذا الثنائي تماماً. انظر إلى مدى سعادتنا. أنا شخص شديد رومانسية في أعماقي. لا يمكن أن أنسى رسم القلب الصغير. لقد انتهيت. كم هذا جميل. كما هو حال كلير، يملأني هذا القلب بالمشاعر الدافئة والجياشة. أرأيت ما صنعته؟ انظر يا كلير، أشعر أنني سأتقيا. ما رأيك لو أعدنا تمثيل المشهد في وقت لاحق؟ ألقي نظرة هنا. هذا عمل جميل. توقفي. فيو، لقد توقف الأمر. أستطيع فعل ذلك طوال اليوم. أترى؟ حتى اليد السحرية تضحك. حسناً، يكفي هذا. لماذا فعلت ذلك؟ بربك، أستحق الفوز. مهلاً، انظر، لقد فزت. هل تمزحين؟ ألديك مشكلة؟
انظر يا كلير، أعتقد أنهما وقعتان في الحب. كم هذا جميل، أكره ذلك. مهلا، هناك شيء يحدث. لقد تعرضت اليد السحرية للهجر. أوه، وردة مجانية، رائحتها مذهلة وتشبه مروج الصيف. هل هذا هو التحدي التالي؟ كلير، أريدك أن تحصلي على هذه. أبعدها عن ناظري. ألا تحبين الورود؟ أحبها عندما توضع على شاهد القبر فحسب. أيمكنني بدء رسمتي الآن؟ تحبني؟ لا تحبني. تحبني؟ لا تحبني. أيمكنك أن تخفض صوتك؟ أعتقد أنني سأبدأ برسم القلب، وبعدها سأرسم مثلثات داخلة، ثم أضيف حلقة حول الجزء السفلي من القلب. لقد تحول الشكل إلى وردة، والآن سأرسم أوراقها وسأنهي العمل برسم الساق، ثم أستخدم القلم الرصاص للتظليل. لكن هذه الوردة لن تكون حمراء أو وردية، بل ستكون سوداء، فالأسود سيد الألوان. سأضغط بقوة أكبر عند تلوين الأجزاء الخارجية، مما سيجعلها داكنة أكثر. لا تحبني. مهلا، تحبني؟ أعتقد أن هذه رسالة، يجب أن نكون معنا. يا للروعة، لقد أوحى لي ذلك بفكرة. سأعود على الفور. تحبني؟ لا تحبني. تحبني؟ أريد هذه الوردة، فهناك حب حقيقي يتوقف عليها. يا للروعة، خذها يا صاح. هذا ما كنت أحتاجه بالضبط، وهذا ما كنت أحتاجه أنا. ووهو! حسناً، استرخي فحسب. احم. كلير، ماذا تريد الآن؟ أحضرت هذه من أجلك. لنلقي نظرة، إنها جميلة. لقد أعجبتها. إنها لذيذة. لقد انتهيت منها. حسناً. أتريدين رؤية الرسمتين؟ تفضلي، لون رسمتي أسود كملابسي بالضبط. أنا لم أرسم شيئاً. أعتقد أنه فوز عادل. ما؟ لا يهمني ذلك. قبليني يا كلير. ألن تستسلم أبداً؟ ابتعد عني. أوه، كم أنت لئيمة. ماذا تفعل؟ أنا في حيرة كبيرة. أعتقد أن من المفترض أن تكون دمية ظل. أوه، أحب هذا النوع من الدمى. إنها مأساوية، هذا هو أفضل وصف لها. لا، ليس هذا الشكل أوضح من الأول، إنه كلب. لماذا لم تقولي ذلك ببساطة؟ يا كلير، انظري، حركة مخادعة، أليست رائعة؟ أعلم أنها منبهرة. لست منبهرة بحق، لننهي هذا الأمر. ما الذي يفعله؟ سأرسم حول يدي. توقف عن الحديث رجاءً، سألقنك درساً. سأضع يدي على الورقة بهذا الشكل، ثم أرسم حولها. لن يبدو الشكل مبهراً في البداية، لكن انتظري حتى أضيف التفاصيل. سأبدأ بالعين، ثم أضيف الأنف الصغير الجميل. سألونه بالأسود، وسأفعل نفس الشيء مع العين، لكنني سأترك نقطة بيضاء صغيرة لتمثل شكل انعكاس الضوء، وبعدها يحين وقت الفراء، كما سيحتاج الكلب إلى طوق. لا نريده أن يضيع. توقف عن الغناء رجاءً، هذا يعني أنني سأغني بصوت أعلى. كم هذا سيء. ها أنا أرسم كلباً. لا أستطيع الاحتمال أكثر، أنت تغضبني بشدة. سأسحقك، نغماتك تثقب دماغي. توقف. انظر إلى ما جعلتني أفعله. مهلاً، أعتقد أنني أستطيع الاستفادة من ذلك. سأبدأ بنشر غبار الطباشير. يمنحني هذا شعوراً جيداً في الواقع، إنه مريح جداً. أشعر بتوترتي. سأرسم شكل قلب مقلوب ودائرتان صغيرتان ومثلث. بدأت ملامح الكلب تظهر فعلاً، وهنا تأتي الأذنان. سأمنح كلبي فران باللون البني، هذا هو الجزء السهل. يجب أن أحرص على تلوين داخل الخطوط. أتمنى لو كانت كل الرسوم بهذه السهولة. أوشكت على الانتهاء، والآن حان دور لساني الأحمر الكبير. ليتني أملك كلباً، كان سيصبح أعز أصدقائي، وكنا سنخرج للتمشية طوال الوقت. يستحسن بالتركيز على ما أفعله. أعتقد أنني انتهيت، يبدو شكله جيداً جداً. ليس هذا صحيحاً. بربك، يجب أن أفوز بهذه الجولة. لقد استخدمت يدي كقالب. أتستطيعين ملاحظة التشابه؟ لا أستطيع حمل لوحتي. رائع، لقد فزت، أنا الأفضل. نا 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 نا. لا تستفزني يا ليو. ويحي، آسف. كم أنا غاضبة. ما التحدي التالي؟ ماذا سيكون في رأيك؟ أعتذر عن سؤالي. انظري، يا لا من فراشة جميلة. يا للروعة، كم هي ساحرة. أتمنى لو كانت هناك خيوط عنكبوت. سيحدث شيء ما. ستمسك اليد السحرية بالفراشة، هل هي بخير؟ لا أتمنى ذلك. هل علينا رسم فراشة؟ كم هذا حماسي؟ توقف. ها
هيا بنا. أعتقد أن هذه الورقة تخصني. ماذا؟ أو حسناً، هيا أعطني الورقة. ماذا؟ هل التبديل ممنوع؟ يجب أن تسمعي كلام اليد السحرية، فأنت لا ترغبين في العبث معها. خطرت لي فكرة، لدي مرسام فراشة. لا يهم، سأحتاج إلى طباشيري، وسأستخدم السكين لصنع نشارة طباشير، وسأخلط الألوان معاً، وسأنشر الألوان بطول الصفحة. سأصنع الحدود الخارجية التقريبية في البداية، وأعلم أن الألوان زاهية وملونة أكثر مما أفضله، لكن هذا الأمر سينتهي قريبا. هذا آخر لون أحتاجه، والآن يجب أن تتسخى أصابعي قليلا. سألطخ ألوان غبار الطباشير، ثم أبدأ في صنع الفراشة، وبعدها سأضع المرسام في الأعلى. يبدو هذا مثاليا. هل ظننتم حقا أنني لن أستخدم اللون الأسود في هذا الرسم؟ سأبدأ في نشر طباشيري فوق المرسام. أريد أن أغطي به الصفحة بالكامل، ثم ألطخها باستخدام إصبعي، مما سيمنح الرسم تأثيرا رائعا. سأخذ وقتي في تلطيخ الجزء المحيط بالمرسام، وسأستخدم يدي الأخرى لتثبيته في مكانه. لا أريد إفساد رسمي الآن. يمكنني الآن إزالة المرسام، لكنني لم أنتهي بعد. سأرسم شيئا داخل الفراشة، إنه منظر طبيعي هادئ. حان دوري، سأضع المرسام على الورقة، ثم أرسم بعض الخطوط باستخدام الطباشير، وسأعمل في شكل قطاعات، ثم أبدل الألوان، وسأكرر العملية حول المرسام بالكامل. سيكون الشكل النهائي رائعا. سأمر بالطباشير فوق المرسام. أريد أن يبدو الرسم نابضا بالحياة، وسأثبت المرسام في مكانه طوال الوقت، لأن الرسم سيفسد إذا انزلقت يدي مرة واحدة. يمكنني إزالة المرسام الآن. انظروا، تطير الفراشة بعيدا، يمكنها أن تقف هنا. والآن سأرسم هذا الخط المناقض في المساحة الفارغة ليمثل مسار الفراشة. يا له من رسم ملون مثل الفراشة بالضبط. ها هي رسمتي، يستحسن أن تعجبك. انظر كلير، لقد تعادلنا، لقد فاز كلانا، كم يسعدني ذلك. واو، انظري، ابتعدوا عني، سأطردكم بحركاتي في الرقص. أوه، يا له من حركات رائعة يا كلير. أعتقد أننا سنرسم قوس المطر، كم أحب أقواس المطر. لا، لن يحدث ذلك، سأفعل أي شيء باستثناء ذلك. أتحرق شوقا لبدء الرسم، سأحتاج لقفازاتي، لأن الفوضى على وشك أن تبدأ. سألتزم بالبساطة. ماذا؟ لماذا تبدو منفعلة لهذه الدرجة؟ ما مشكلة القلم الأسود؟ ابتعدي عن طريقي، أنا جادة. توقفي، بدأ الأمر يزعجني. ستندمين على ذلك. لم أكن أريد فعل هذا، لكنها غلطتك. لا تنظري إلي بهذا الشكل، لقد حذرتك. ربما يمكنني البدء الآن. سأرسم سحابة كبيرة، هذا ما أريده بالضبط، والآن سأحملها فوق رأسي. هذا جيد، سأستمتع بهذه الجولة. سأغطي الورقة بطلاء مختلف الألوان، وبعدها سأخذ لعبة بوب إيد بشكل قلب وأضغط بها فوق الطلاء. أريد التأكد من تغطيتها بالطلاء، وبعدها سأرفعها عن الورقة، والآن يمكنني وضعها فوق اللوحة الزيتية. لقد غطيت اللوحة بشريط اللاصق باستثناء الجزء الخاص بالقلب، لا أريد إفساده. يمكنني رفع اللعبة الآن. يبدو الشكل جيدا، لكنني لم أنتهي بعد. سأمرر فرشاة فوق الألوان. يا للروعة، انظروا، لقد حصلت على تأثير رائع، وسأتكفل بباقي المهمة. سأغمس فرشاة أسناني في الطلاء الأبيض، ثم أنفضه فوق القلب، وبعدها سأغمس قاعدة كوب في الطلاء الأبيض، ثم أضغط بالكوب في منتصف الرسم، وبمجرد أن نجف الطلاء سيصبح بإمكاني رسم شجرة فوقه. سأضيف بعض الطيور. لا شك أن رسمك كان بحاجة لإضافة أخرى. يمكنني الانتهاء من رسم شجرة الآلة، وسأستخدم فرشاة الأسنان في هذه الخطوة حتى أحصل على شكل يشبه الأوراق. انتهيت، يمكنني تقشير الشريط اللاصق من اللوحة الزيتية الآن. يا للروعة، يا له من عمل فني، لقد أحببته. هل تحتاجين إلى مظلة؟ لم أنتهي بعد، هذا ما كنت أريده. تحتاجين إلى مساعدة. اختاريني. رائع، كنت أعلم ذلك، لقد فزت. انظر يا كلير. هل قربت على الانتهاء؟ نعم، إنه تقريبا جاهز. عظيم، لكن انتظري لحظة، ستخرج أمي عن طورها إن رأت هذا الوشم. مرحبا، هل يوجد أحد في المنزل؟ ماذا؟ عفوا، سأخرج أنا عن طوري. حسنا، نفس عميق، تمام. لحظة، لدي فكرة، بهذا القالب المطاطي سأحشوه بقطع الحلوى بهذا الشكل. سأختار أشكالا مختلفة وأملأ القالب بها، ثم سأصب بعناية الراتنج الشفاف في القالب هكذا حتى يمتلئ. والآن جاهز لألبس، أليس أجمل؟
كما أنه يغطي وشمي الجديد. هذا جيد. هل ستغطينا؟ ما أدراني أنا. ابنتي حبيبتي، لقد عدت. مرحبا أمي. ها؟ وشم؟ هو هذا صغير مقارنة بوشمي أنا. انظري. واو أمي، أنت رائعة حقاً. البنت كأمها. أحب استخدام المادة البراقة، إنها تجعل حياتي أكثر جمالاً، ومن منا لا يرغب في ذلك. هذا كافٍ. سأسكب فوقه الآن القليل من الراتنج، ستكون النتيجة جميلة جداً. هذه واحدة من أفضل أفكاري. احذري يا ساني. أعتقد أنني أعرف ما أفعله، لكن ماذا تفعلين أنت؟ أنا أصنع تحفة فنية. اذهبي، أنت غريبة جداً. لا يهم، أنا ذاهبة من هنا. لا نجدة، هجوم من الحلوى. أعتقد أنني لن أعود إلى ركوب لوح التزلج. أجل، أعتقد أنها فكرة جيدة. انظري ماذا فعلتي، لقد دمرت. إلا لدي فكرة، سأقص فجوة كبيرة في قالب مطاطي، ثم أملأه براتنج الإيبوكسي شفاف. يجب التأكد من أن السطح نظيف ومستقيم. لا أريد أن تظهر في الراتنج أي أوساخ. أريد الحصول على طبقة جميلة ومستوية، يبعث هذا على الشعور بالاسترخاء. حسناً، أعتقد أن هذا القدر كاف من الراتنج. والآن سأضيف قطع الحلوى، ثم يمكنني سكب المزيد من الراتنج. يجب التأكد من أن الحلوى مغطاة بالكامل، وبعدها سأنتظر حتى يصبح الراتنج صلباً. حان الوقت لإزالة القالب. الآن سأضيف العجلات، وبالطبع ستكون شفافة أيضاً. والآن أصبح لدي لوح تزلج مميز. يمكنكم القول أنه حلو جداً. هل رأيتم شيئاً كهذا من قبل؟ يبدو سهياً لدرجة أني أود تناوله. يعجبني كثيراً. هاي ساني، انظري، صنعت هذا من أجلك. ماذا؟ هل أنت جادة؟ هل هو لي حقاً؟ هذا رائع. هذا الشاي لطيف ودافئ، لقد أعجبني كثيراً. ماذا تفعلين؟ علي الذهاب لبدء يومي. هل تركت الكوبة هنا لتويها؟ ألم ترى أنني أنظف؟ مالاً، حلقة على الطاولة؟ كلا، ربما إن فركتها بقوة كافية فسأتمكن من إزالتها. مهلاً، لديها كوب آخر الآن. لقد تركته وراءها أيضاً، وقد ترك حلقة أخرى. لذيذ جداً، أحب هذا الكوب على شكل صاروخ. حقاً، إنني أطبعها في المنزل بأكمله. مهلاً، مجدداً. كيف يمكن لصاني شرب الكثير من المشروبات في أكواب كثيرة؟ وكيف لها أن تتركها في كل مكان توجد فيه؟ وعلى أي سطح؟ أشعر بالإرهاق، لقد كنت أنظف بشكل متواصل. ربما تبقى في الكوب شيء أحتسي. شريحة برتقال؟ دعوني أضعها على رقاقة من البلاستيك، وسأحضر مسدس الغراء خاصتي. سأرسم دائرة حول الشريحة بالغراء الساخن. لا ينبغي أن تكون دائرة مثالية، ولكن علي التأكد من أنها سميكة بما يكفي. سأضع المزيد فحسب لأجعل الطرف أطول وبشكل جيد. والآن لنجعل مظهرها أروع، سأضيف جليتر ذهبي. وحان الوقت لوضع الإيبوكسي. علي التأكد من ثقبه بحرص. علي التأكد من تغطية شريحة البرتقال أيضاً، وستحافظ حافة الغراء على الإيبوكسي في مكانه. والآن بعد أن تجف، يمكنني إزالتها من القالب. دعوني أطلي الحواف. سأستخدم هذا الطلاء الذهبي اللامع. ها نحن ذا، انتهى حامل الأكواب خاصتي أخيراً. يا إلهي، إنه جميل جداً. لقد أصبح أجمل مما توقعت. مهلاً، تأكدي من وضع كوبك على واحدة من حاملات الأكواب هذا. حسناً، والآن بعد أن انتهيت من ذلك، أحتاج إلى وجبة خفيفة. على اللحظة، ما هذا؟ من أين أتت كل هذه الأكواب؟ مرحباً يا دافيد، أترى شيئاً يعجبك؟ هناك أشياء كثيرة للاختيار من بينهما. أحب هذا. عجباً، هذه جميلة جداً، ولكن لا أعتقد أن بإمكاني شراء أي شيء. سأذهب فحسب. وداعاً، ربما ينبغي علي أن أصنع إكسسواراتي بنفسي. لدي كل ما أحتاج إليه هنا. لنلقي نظرة. سيكون هذا مفيد. سأضع الخرز في خيط. هذا أصعب مما ظننت. هيا، فعلتها، والآن سأربطه فقط. لنجرب هذا مجدداً. أنا سعيدة بهذه النتيجة. إنه صغير قليلاً. ربما يمكنني أن أجعله ينزلق على يدي.
حسناً، لن ينجح هذا، أحتاج إلى تمديد. كلا، ليس مجدداً، هذا مزعج جداً. صفح الكيل، سوار أحمق. أردت شيئاً جميلاً فحسب لأرتديه. ها؟ من أين أتى هذا الليمون؟ عجباً، انظروا إلى هذا، يوجد الكثير. يمنحني هذا فكرة. إن كنت محبة للفاكهة والحلي، فستحبين هذا. قطعي قطعة ليمون إلى شرائح. انتبهي لأصابعك. ضعي شرائح الليمون على صينية خبز وضعيها في فرن دافئ. اطهي الليمون حتى يجف. هكذا تماماً. ولكن هذا الليمون ليس للأكل. وفي الخطوة التالية، املأي حاوية بزجاج سائل. استخدمي عصا خشبية لغمس الليمون في الزجاج السائل. تأكدي من أن شرائح الليمون مغطاة بالكامل، ودعي السائل الإضافي يتساقط. ضعي خطاف أقراص في الثقب الذي أحدثته العصا الخشبية، وكرري الشيء نفسه مع باقي الشرائح. رائع، أحب هذه الأقراص. ستكون الطبيعة الأم فخورة. حان الوقت لأكسب بعض المال. أنا جاهزة للعمل. ما رأيك؟ أحببتها، سأخذ زوجاً. تفضلي. مرحباً يا إيفا، أحببت أقراطك. أيمكنني مبادلة معك؟ بالطبع، تفضلي. عجباً، أردت هذا حقاً، إنها لطيفة جداً. حان وقت التأكد من أنني محمية بواقي الشمس هذا. اكتفيت من اللعب بالفقاعات، حان وقت اللعب بالبطيخ. أوه، إنه طري جداً، أحببته. هل اللحظة؟ يوجد أصيص فارغ هناك. دعوني أزرع بطيختي الصغيرة في التربة مباشرة. والآن علي الانتظار لينمو. أجل، لم يستغرق وقتاً على الإطلاق. حسناً، هذه الفكرة عبقرية، سأفعلها. حسناً أيتها البطيخة، حان الوقت لتعطيني شجرة بطيخ. هيا، يمكنك فعلها. ما الذي تفعله ساني هناك؟ حسناً. أيتها البطيخة، لماذا لا تنمين؟ ها؟ أوه كلا، إنها تبدو مستاءة للغاية. علي فعل شيء لإبهاجها. سأبدأ بوضع طبقات من عجينة البوليمر، ثم سأضع هذه الكرة الحمراء المصنوعة من العجين أيضاً. والآن علي لفهما. ثم سأحتاج إلى هذه الأداة تالياً، لأنني سأقطع العجينة. علي أن أكون حذرة. حسناً، نجحت في تقطيعها إلى قطعتين. كل ما أحتاجه هو تقطيعها بشكل بسيط في المنتصف. حان الوقت لاستخدام أداة تقطيع العجين مجدداً، لأن علي قطع الدائرة إلى نصفين. والآن حان الوقت لتقطيع شريحة أخرى، مثل تقطيع الفطائر. والآن علي طلاء هذه القطعة بطلاء شفاف. هذا جيد، لكن شريحة البطيخ هذه ليس بها بذور. سأضيف خلزاً أسود صغير، وسيبدو هذا جيداً. لكني لا أريد بذوراً فحسب، أريد شريحة بطيخ سعيدة. ها أنا ذا. صاني، لقد أعددت لك شيئاً صغيراً. هاو، قلادة بدلاية على شكل شريحة بطيخ صغيرة، وقط متطابق. إنها لطيفة جداً، تعجبني كثيراً. شكراً لك. على الرحب والساعة، لم أرغب في رؤيتك حزينة للغاية. سأزرع هذه بدلاً من ذلك. هو ماذا؟ صاني؟ ماذا؟ هذا ليس منطقياً حتى. كان يوماً بطيئاً للغاية. أتيت لتسريح شعري. حسناً، يسعدني تقديم المساعدة. تفضلي بالجلوس. شكراً لك. كيف يبدو الجو في الخارج؟ هل ما زال حارة؟ حسناً، كيف لي أن أساعدك الآن؟ سأقص القليل من الأطراف وأزيل النهاية المتقصفة وأرفع شعري قليلاً. بالطبع، بالطبع، سأفعل ذلك من أجلك. لكن علي تعديل الكرسي. أكثر بقليل، القليل والقليل. حسناً، أنا مستعد الآن. لديك شعر جميل، لابد أنك تعتنين به. يبدو أن هناك بعض التشابك في شعرك. ماذا يحدث؟ لماذا توقفت؟ لا عليك، لا تقلقي، كل شيء تحت السيطرة. يا إلهي، لقد كسر المشط. لماذا أرى هذه النظرة على وجهك؟ لا شيء، لا عليك. ماذا سأفعل الآن؟ كان أفضل مشط لدي. وجدتها، قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. سيحل المشكلة، لدي صورة لمشط وسأتتبعها فقط. سأبلأها بحبر الطباعة المفضل لدي.
حسناً، تسير الأمور على ما يرام. هكذا انتهيت من نصف المش، وسأبدأ الآن بصنع المقبض. سأستخدم اللون الأخضر الفاتح، يا له من لون جميل، لم أكن أستخدمه كثيراً. بما أنني أصنع مشطاً جديداً، يجب أن أجعله أجمل. عند الانتهاء من هذا الجزء، سأصنع بعض الأزهار أيضاً. حسناً، انتهيت تقريباً، لدي الآن مشط جديد. هوه، لقد نامت. ربما علي الإسراع والانتهاء، سأعود إلى تمشيط شعرها. أو عذراً، يبدو أني غفوت قليلاً. علي الإسراع. حسناً، لا تهتمي لما أفعل. ماذا تفعلين؟ ليس لدي وقت للتحدث. أنت تمهلي. ما الأمر؟ لما أنت متعجلة هكذا؟ لدي موعد غرامي مع كريس، انظري إليه، إنه وسيم جداً. لا بأس إن كان ذلك رأيك، كان علي أن أعرف بحدوث هذا. علي الاستعداد، أريد أن أبدو بمظهر جيد، أريد أن يكون كل شيء مثالياً. استرخي فحسب، سيكون كل شيء على ما يرام. حسناً، أظن أنني مستعدة. أحتاج إلى قلادة. هذه لطيفة، هذه القلادة دائماً تليق بي حين أرتديها. لا يمكنني ارتداؤها، لن تناسب مقاسي. لونا، هل يمكنك مساعدتي؟ حسناً، أعطني إياها. تفضلي. لا تفعلي هذا. كلا، قلادتي. هذه كارثة. ماذا سأفعل الآن؟ أنا آسفة، ربما يمكنني إصلاح هذا. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. راودتني فكرة، أنا أحتاج إلى قلم طباعة ثلاثية الأبعاد فحسب، يمكنني استخدامه للرسم على هذا التمثال النصفي. سأرسم حلقات صغيرة بهذا القلم، سأرسم على الرقبة بأكملها. والآن سأمر على ما رسمته مجدداً لأصنع المزيد من الحلقات. ها نحن ذا، أظن أن القلادة جاهزة، إنها قلادة ضيقة. جينيفر، انظري إلى ما لدي. ماذا؟ هل صنعت هذه القلادة؟ إنها لأجلك. شكراً لك، لقد أحببت القلادة، إنها تبدو رائعة علي. عليك الانطلاق، استمتعي بوقتك. حسناً، هيا بنا. أهلاً، تفضلي أولاً. انتظري، لنفعلها معاً. حان الوقت لنرى ما ستختاره العجلة. وجه مبتسم. حقاً، أجلت سأتمكن من استخدام يد واحدة وأنت لا. حسناً، لنرى ما سنحصل عليه بالسحر. أهلاً، زجاجات ضغط، لنحضر بعض المآزر لهذا التحدي. حسناً، الآن نحن مستعدتان لفعل هذا. ربما يمكنني جعل العجلة تغير اختيارها إلى شيء آخر. هيا 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 رجاءً. يا إلهي، لقد نجح الأمر، لا أصدق الأمر. والآن يمكنني عمل مثلجات بدلاً من الوجه المبتسم. حسناً، هذه الدائرة ملائمة، والآن سأبدأ بعينين. يحتاج إلى حاجبين أيضاً في رأيي. حسناً، يكفي من هذا اللون، سأستخدم الأزرق. سأرسم الدمعتين وألونهما بالأزرق. هذا ينجح بشكل جيد على ما أعتقد. ها هو العجين، بدأ الأمر ينجح. والآن اللون الأحمر، علي الضغط عليه، علي وضعه بشكل موازي للأزرق هكذا، ليس سيئاً. حسناً، والآن الأصفر، الإسمايلي لا يكتمل دون اللون الأصفر، علي ملء هذه المساحة باللون الآن. علي التأكد من أن كل مكان صغير ملون. المزيد بعد، وها قد انتهيت. حان الوقت لقلبه. يا إلهي، انظروا كم هو جيد. كلا، أشعر بحكة في أنفي، هذا سيء. أتشو، كلا، انفتح الغطاء، لقد تسببت في فوضى هائلة. أجل، هذا صعب يا سكاي، آسفة. لا يهم، لا بأس، أظن أمري انتهى. مهلا، ربما يمكنني استخدام الملعقة لمساعدتك قليلا، تدفعها من هنا قليلا. ليس وكأن الأمر قد يسوء أكثر. أترين، هذا أفضل، أليس كذلك؟ إنه أفضل. شكراً، على ما أعتقد. رباه، إنها منزعجة جداً الآن، ولكن انظري إلى رسمتي، أليست لطيفة؟
حسناً، سأضغط الزر هذه المرة. أتساءل ماذا ستختار هذه المرة؟ شجرة؟ لم أتوقع هذا إطلاقاً. مهلاً بلا يدين مجدداً؟ لنرى ما سيعطينا السحر لهذا التحدي. أظن أن لدينا زجاجة حبر وقشة. حسناً، أظنني سأبدأ. حان الوقت لإظهار براعة مرفقي. عمل رائع، والآن لنفتح زجاجة الحبر. من الرائع أن القشات معدة للفم فعلاً. حسناً، والآن علي استخدام هذا لأحصل على بعض الحبر. إنها تنجح! هذا يفترض بي أن أفعل بهذه القشة. كلا، إنها تحتسي الحبر. توقفي، إنه حبر وليس صودا. ماذا؟ ظننت أنك تحتسينه. أنا أرسم بالطريقة الوحيدة المتوفرة لي. علي الاستمرار في نفخ الحبر في الاتجاه الذي أريده. لا أصدق أنك فعلت كل هذا بالقشة في فمك. لماذا لا ينجح هذا؟ ربما علي النفخ بقوة أكبر. هيا هيا أيها الحبر الغبي. ملن، ما الذي على وجهي؟ مقزز، لقد تلطخت بالحبر. لماذا تبكي؟ إنها في حالة مزرية. مهلاً، أتوقف. لماذا؟ انظري، لدي هذا الطلاء الوردي. سأضع خطاً من هذا الطلاء وخطاً من لون آخر أيضاً. حسناً، والآن لدي خطوط الطلاء. أحتاج الآن إلى مسحة قطنية. سأغمسها في اللون الوردي الفاتح، والآن شاهدي. وسألمس بها أغصانك من الحبر الأسود. هل ترين؟ تبدو كالأزهار، كبراعم صغيرة تفتحت في الربيع. أليست جميلة؟ رائع، لقد ساعدتني على جعل شجرتي مميزة أكثر. أنا سعيدة لأننا عملنا على هذه معا، وأنا أيضا إنها جميلة. حسناً، ها هو التحدي التالي. إنها مجموعة طلاء مع إسفنجات المكياج. إنها طرية للغاية. ربما علي تعديل مكياجي. أحتاج بالتأكيد إلى بعض التعديلات. أجل، وأنا كذلك يا سكاي. انظري، العجلة. انظري، توقفت عند إسفنجات المكياج. أجل، ولدينا هذه اللوحات الطويلة لنعمل عليها. حسناً، هذه جاهزة للاستخدام. والآن الأيدي. باه، بلا يدين لنا هذه المرة. حان وقت التلوين. أوه، رأسي. أوتش. حسناً، علينا أن نكون أكثر حذراً. حسناً، لقد أخذت القليل من الأصفر على الإسفنجة. والآن سأطبطب بها على لوحتي وأحاول رسم خط مستقيم. وبالتلوين على هذا الطرف من اللوحة. والآن سأضيف البرتقالية إلى الأصفر الذي استخدمته. حان وقت الوردي الفاتح، وأحتاج إلى لون البحر الفيروزي هذا. هذا ممتع نوعاً ما، أليس كذلك يا لاكسي؟ أحتاج إلى الأخضر في هذه المنطقة. علي مواصلة مزج هاتين الدرجتين من الوردي معاً. نجح تأثير التدرج بشكل رائع. مذهل، جميل فعلاً ومهدئ. لقد انتهيت، كان ذلك عملاً شاقاً. عجباً، هذا مختلف كثيراً عما رسمته. حسناً، انظري إلى ما صنعته. لاكسي، انظري إلى لوحتي. أجل أجل، إنها رائعة يا سكاي. ولكن عجباً. أجل، شكراً، كانت النتيجة مثل ما تخيلت في فكري تماماً. حسناً، والآن لا أعلم كيف أشعر بشأن لوحتي. لا تحزني، يمكننا جعل لوحتك أكثر روعة. سنستخدم هذه الزهرة. سنضعها بوجهها للأسفل على لوحتك. والآن سنضع بعض الطلاء الأبيض على الإسفنجة. عجباً، لنضع واحدة أخرى هنا. مذهل يا سكاي، لقد جعلتها أفضل. أحببت لوحتي الآن. انظروا إلى نمط الزهور، إنه جميل للغاية. العفو، تسرني المساعدة. اضغطي الزر هذه المرة يا سكاي. حسناً، ها هي العجلة. لنرى ما سنحصل عليه لهذا التحدي. يونيكورن، ألست متحمسة للغاية؟ هذا جديد، عليك ارتداء عصابة عين يا لاكسي. حسناً، بما أني سأرسم عصبة العينين، سأكون يونيكورناً على الأقل. أجل، سنزين بسكويتاً على شكل يونيكورن. يا لون أمر ممتع! المآزر مجدداً. حسناً، أظنني سأضع عصابة العين الآن. سكاي، إلى أين ذهبت؟ ولكن ما ذلك هناك؟ أجل، ها هو البسكويت. سأخذه، حان وقت الأكل. لاكسي، لا أظن أنه يوجد شيء هناك. مهلاً لحظة، ماذا حدث للبسكويت؟ لقد اختفى.
إنه مفقود. أين ذهب؟ لم أتمكن من رؤية شيء بالطابة. سأحصل على بسكويت جديد، ولكن سأبقي عيني على لاكسي. حسناً، من الأفضل أن نبدأ بتزيين الكوكيز. حسناً يا لاكسي، سأساعدك لتبدأي. هذه الزينة البيضاء. رائع، شكراً يا سكاي. من الأفضل أن أبدأ، سيكون هذا صعباً. سأبدأ بتحديد الشكل الخارجي للبسكويت. ها نحن ده، والآن سأملأه بالمزيد من اللون الأبيض. حسناً، أظن هذا جيداً. أراهن أنه يبدو رائعاً. مذهل، يبدو رائعاً حقاً على ما أعتقد. المزيد فحسب وسأنتهي. البسكويت مغطى بالكامل. والآن سأستخدم فرشاة الرسم وبعض الزينة الذهبية. سأضع القليل في الأسفل وعلى الأذن. حسناً، لا يمكنني أن أنسى القرن طبعاً. والآن أحتاج إلى إضافة عينين لليونيكورن. أحتاج إلى بعض الزينة الحمراء الآن. أحتاج إلى فتحتي أنف على شكل قلب. أظنني بارعة في هذا فعلاً. حسناً، أحتاج إلى هذا اللون. أي لون هذا؟ لا أعلم، ولكن اليونيكورن يحتاج إلى عينين، وسأغير اللون مجدداً. علي رسم فتحتي الأنف. أعلم أنه يبدو رائعاً. أجل، لقد انتهيت. وماذا عنك يا سكاي؟ كلا، ليس ما توقعته إطلاقاً. حسناً، كنت معصوبة العينين. لذا فما حدث قد حدث. أريد تقبيل أنفه. إنه لطيف جداً، وأنت محقة. قبلات للأبد. على الأقل حصلت على قرني الخاص. واو، هذا الحفل صاخب للغاية. رائع، انظر إلى كل هذه الأضواء البراقة. مهلاً على رسلك. تصرفي بهدوء مثلي تماماً. يا إلهي، هل هذا كيفن؟ أهلاً، ما نوعية الوجبات الخفيفة التي سأتناولها هنا؟ أوليفيا، أين ذهبت؟ أوليفيا، أوليفيا، ماذا؟ حسناً، أين أنت؟ كنت على طاولة الوجبات الخفيفة. الحمد لله، لن أخاطر بفقدانك مرة أخرى. أريدك أن تلمعي وتتوهجي كتلك النجوم. أعثري على عصا مثلجة كبيرة كهذه وأحضري أجمل جليتر لامع لديك. ومن الأفضل أن يكون بلون نيون مشع. وتأتي بعدها مرحلة صب الصمغ. ستحتاجين إلى كمية لا بأس بها. صب الصمغ داخل كوب بلاستيكي صغير، لا تصب الكثير. ثم رش الجليتر على الصمغ مباشرة وقلبيه جيدا باستخدام عود خشبي. أتلاحظين مدى جماله الآن؟ هذا يعني أن الوقت قد حان لتركه حتى يتماسك. وفي هذه الأثناء أعثر على حاوية بلاستيكية صغيرة كهذه وصب المزيج بحرص داخلها. وإليك نصيحة التالية، ستحدثين فوضى أقل إذا صببت المزيج ببطء. وسيبدأ الانتظار الآن. ها قد أصبحت جاهزة، لنخرجها من القالب. أصبحت مثل البلاستيك الصلب، أترين؟ علقيها في سلسلة وستصبح جاهزة للاستخدام. وتبدو شديدة الرقة، إنجاز للتعبير. حان وقت إهدائها إلى أوليفيا. تفضلي. واو، تلمع هذه القلادة مثل النجوم. سأتمكن من العثور عليك في أي وقت. أراك لاحقاً. هذه أغنيتي المفضلة. أو مرحباً. ووهو. مهلاً، أعتقد أنني أستطيع رؤيتها. مهلاً، لا، لقد اختفت. أو لا، مهلاً، أعتقد أنني رأيت شيئاً. إنه يلمع، لقد رأيت بريقه. أوليفيا، مهلاً، لماذا تحملين ممسحة كبيرة؟ لا يهم، أنا سعيدة لأنني عثرت عليك. لا أصدق أنني فقدتك مجدداً. تفضلي، تحتاجين هذه النظارات. أو أشكرك. أو هذا أفضل بكثير. يا للهول، إذا كنت أنت أوليفيا، فمن هذه؟ أنا في غاية الأسف لما حصل. يا لك من فتاة مجنونة. حسناً، فوضى الكيل، لن تفارقيني مطلقاً بعد الآن. هناك الكثير من الأشياء المدهشة التي يمكنك صنعها بقليل من الإسمنت أو الراتنج والكثير من الإبداع. ما الحرفة المفضلة لديك؟ أخبرنا في التعليقات، وتذكر مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الممتعة كهذا الفيديو. سعيد جداً بلقائنا هذا. عارف، أشعر بأننا لم نلتقي منذ زمن طويل. من الرائع تناول وجبة رومانسية، أنا وأنت فقط. يبدو أنها اللحظة المناسبة. إيما، أريد منك قبول هذا. كيف وصل هذا الشيء إلى هنا؟ هذا لك. فرشاة مرحاض؟ مهلاً، أنا آسف. هذا لك. أنت العالم كله بالنسبة لي. ليام، إنه جميل. مثلك تماماً. لقد أعجبني حقاً. لنلتقط صورة معاً. لو سمحتي، هل يمكنك التقاط صورة لنا من فضلك؟ بالطبع، ابتسماء.
قريني، هل هذا الخاتم ذاته؟ مستحيل، لا أصدق. أعطيني الكاميرا. شكراً، يمكنك الذهاب. أوه حسناً. لماذا فعلت هذا؟ إنها ترتدي الخاتم ذاته، نفسه تماماً. أريد أن يكون خاتمي مميزاً. ماذا سأفعل؟ وجدتها. سأرسم شكل قلب على هذه الورقة، ثم سأغطي الخطوط بالغراء الشفاف. يمكنني ملؤه الآن. علي التأكد فقط من أنه بشكل ذاته. بثبات، أنا لا أريد أن أفسده. هكذا. ثم سأنتقل إلى الجزء التالي، وقبل أن يجف سأضغط بهذا الخاتم علي. يجب أن أفعل ذلك بلطف. رائع، سأضيف المزيد من الغراء. أظن هذا كافياً. ثم سأغمسه بهذا الخارز. أصبح فريداً تماماً. هذا لك يا إيما. آمل أن ينال إعجابك. أوه ليام، إنه جميل. أنت رومانسي جداً. شكراً لك، أنا سعيدة للغاية. ثم قلت هذا لا يهم، وظل المعلم يتلاعب بي في غرفة العقاب، لكنني لم أهتم. أنت مضحك جداً، ليتني كنت هناك. ليام ساعدني أرجوك. ما المشكلة؟ لا بأس، أنا هنا. أوه كان هذا مرعباً. شكراً ليام. أين ذهبت المصاصة؟ ها هي. أوه لا يمكنني تناولها، إنها مغطاة بالشعر. أوه هذا مقزز. ليت بإمكاني مساعدة إيما. هيا إيما، خذي هذا. لا شكراً. حسناً، لقد حاولت على الأقل. أهلاً، خطرت لي فكرة. سأضع هذه الحلوى في مسدس الغراء وأرسم مثلثاً على هذه الورقة. سألونه باستخدام الحلوى المذابة. رائحة شهية. لن أتجاوز الخطوط ليكون الشكل مثالياً. سأترك فجوة أسفل المثلث، والآن سألون بقية الحلوى. أحتاج إلى شيء أخضر، ثم سأستخدم لوناً أخضر داكناً. كدت أنتهي. سأضع عصاً خشبية وأضيف بها بعض التفاصيل. إنها مصاصة بشكل بطيخة. واو مذهلة. إنها لك. لذيذة. لا بأس. لذيذة جداً. رائع، صنعت واحدة لي. هي هذا رائع. يشعرني حبيبي بالإلهام، آمل أن يقدر هذا. لن أخسر شيئاً. كيف الحال يا دافيد؟ جميل، ماذا كتبت لي؟ أجل، لدي بعض المشاعر بشأن هذا. فلتهدأ يا قلبي. لنرى هنا. كتبي. آسف، دعيني أساعدك على جمعها. أوه يداك ناعمتان للغاية. كتبي. أوه صحيح. إذن أجل، شكراً. أظن أنني واقع في الحب. مهلاً، نظرة واحدة أخيراً. أجل، هذا الرجل مميز حقاً. هذا ما سأقوله. لا مثيل لتذكير حبيبتك بلحظة لقاء عينيكما لأول مرة. انتهى الجزء الصعب. جميل. واو، إنني أتذكر ذلك. يا له من رومانسي لطيف. أحبك يا عزيزتي. التحضير لمشروعك الفني جزء من العملية، عملية فوضوية. على أي حال، حان الوقت لتحويل الفكرة إلى عمل فني. ضربة الفرشاة الأولى هي الأفضل دائماً. سأضيف القليل من الأزرق هنا. ها هي النتيجة تتضح حقاً. أم لا؟ هذا بشع. كلا، من الجيد أن لدي المزيد من الورق. أوه رائع، هذه أسوأ من الأولى. هيا الآن ركز. لابد أنك تمازحني. لماذا لا يمكنني رسم زهرة غبية؟
حسناً اهدأ، تنفس بعمق، يمكنني فعل هذا، أنا متمكن تماماً، حان وقت البدء. برفق برفق، أتشو، كان ذلك مؤسفاً، لكن مهلا اللحظة، يا له من شكل مثير، يمكنني العمل بهذا، سيساعدكم استخدام فرشات الألوان بطرق مختلفة على صنع تصاميم فريدة ومختلفة تماماً. وفي حالتي رسمت بتلات، وبعد أن ترسموا الزهرة بأكملها أضيفوا بعض اللون الأخضر للأوراق والجذع. هل ترون كيف يسير الأمر؟ استخدام الفرشاة بحذر ناجح جداً، يمكنكم حتى توصيل الزهرتين، فهذا يملأ المساحة بشكل جميل. علمت أن بإمكاني فعلها. واو، أرسمت هذه بمفردك؟ لماذا لا تأخذيها يا آني؟ فلدي المزيد من الإبداع، وهذه المرة سأجرب طريقة جديدة تماماً، لكن لا تقلقوا، ما زلنا سنكمل الموضوع نفسه. هل ترون كيف تصنع هذه الضربات أوراق شجر تبدو واقعية؟ لا تخافوا من أن تستغرقوا وقتاً طويلاً في رسمها. يمكنكم رسم العشب أيضاً، هل ترون؟ لكن سيصبح الجزء التالي أكثر تعقيداً، يمكنني استخدام طلاء منتفخ مثل هذا لابتكار قوام جديد وممتع باستخدام بالون. كم هذا مرضٍ، والآن استخدموها كختمة وستحصلون على أزهار ممتعة وفريدة للغاية. لا تنسوا هذا، رائع أليس كذلك؟ هذا مذهل، ما رأيك؟ ديفيد، كيف فكرت في هذا حتى؟ لدي مكون سري. أوه، هذه صورة مبهجة بالتأكيد، جيدة كفاية لتوضع في إطار، ولماذا أتوقف عند هذا الحد؟ أحتاج إلى الإلهام فحسب. صحيح، ماذا قلتي؟ يا سوزان، أنت سيئة. لا أعرف. معذرة، ورقتي. هذا خطأي. أوبس، انظري إلى ما فعلت، لقد أفسدتها. اسمع، هل يمكنني أن أريك شيئاً؟ هل سمعت من قبل عن صدفة سعيدة؟ هذه إحداها. أنا؟ أجل، يمكنك رسمها بأحجام مختلفة أيضاً. مذهل، لكم دائرة ستتسع الورقة في رأيك؟ لأي عدد تريد، تزداد الأمور جنوناً، يمكنك استخدام أي شيء تقريباً طالما أنه دائري بالطبع. هل تظنين أننا رسمنا ما يكفي؟ إنها تبدو رائعة أليس كذلك؟ صافحيني. فنان يصير. حسناً، يبدو هذا المكان مناسباً. حقاً؟ لديكم الأشجار والطبيعة، ازداد حماس المنافسة. يمكنك المراهنة على ذلك. لا أعرف. ماذا؟ توقف عن النظر إلى رسمتي. لا يهم، حسناً، سأكون هنا أيضاً. ما الذي يمكنني رسمه؟ وجدتها، إنه لطيف، أمل أن ديفيد لم يرى. لقد رأيته أولاً. أها، فليفز أفضل رسام طيور. بعض الدوائر المرسومة بمهارة تحقق نجاحاً كبيراً، عليكم أن تعرفوا أين تضاف الخطوط. رائع أليس كذلك؟ لكن بعض الألوان ستجعلها زاهية حقاً، يدل الأصفر على السعادة أليس كذلك؟ إنه مثالي لرجل مبهج. وماذا عن بعض الأخضر؟ درجة لون مسالمة، وسأضيف بعض الأزرق ليجذب أعين الناظرين. التلوين عند الحواف أولاً هو أفضل خيار دائماً، يجعل عملية التلوين منظمة أليس كذلك؟ كدت أنتهي؟ تبقت بعض اللمسات نهائية،
وهكذا ينجز الأمر يا رفاق، عمل فني حقيقي، ألا تتفقون معي؟ أجل أنا سعيد بالنتيجة جدا. ما هذا؟ احتجت إلى يد إضافية، اتضح أن اليد هي كل ما تحتاج إليه. حسناً، اليد وبعض النقاط والخطوط الموضوعة بشكل استراتيجي. هل يمكنك رؤية وجه الطائر؟ لا تقلق، سيتضح قريباً. ستكشف هذه الأغصان الأمر. وها هما قدماه الصغيرتان اللطيفتان. سأضع قليلاً من اللون الأخضر. أظن أنها رسمة تمدك بالسلام. هل يمكنكم رؤية الطائر الآن؟ أنا مبدعة حقاً، أليس كذلك؟ حسناً، إن أردت رؤيتها فعلاً، ليست شديدة السوء. أوه. أظن أن الرسمتين رائعتان. هل نسأل المعلم؟ حقاً، أمل أنه بخير. يبدو أنه غفى سريعاً. استيقظ! أوه، لقد انتهيتما، أليس كذلك؟ أوه، عمل رائع. والآن أمهلاني 5 دقائق. حسناً إذن. أحتاج إلى شيء سيلفت الأنظار، وأعلم الشيء المناسب لذلك. درجات الألوان التكميلية ستكون الفائزة، لكن ما زال ينقصها شيء. لكن ما هو؟ أوه، هذه الكرة صغيرة للغاية. أوه، هذا الشيء أذهلني. أمي؟ أوه، ليس الآن. حسناً، تبقى لديك الكثير من الطلاء، مما يترك لي مساحة للعب. شكراً. لا أعلم ما علي فعله فحسب. حسناً، سأجرب قليلاً من... أين ذهبت لوحة ألواني؟ ديفيد، هل هذا أنت؟ معذرة؟ انظري، لقد رسمت هذا. أدعوها مياه البركة. أها. هو أعلم ما علي فعله. هل تريد اطلاع على وجهك؟ جربها يا ديفيد. هاو، مجدداً. هذا ممتع صحيح؟ يمكنك تكرار ذلك. حقاً؟ ماذا إن استخدمت إصبعي أيضاً؟ ها أنا ذا. ها، النقاط الزرقاء آتية يا رفاق. والآن لوني المفضل. أوهو، لقد انتهيت، انظري يا أمي. حسناً، ليس هذا مذهلاً، لكن لنجرب حيلة أخرى. يمكن للتناظر أن يكون جميلاً، ولإثبات صحة ذلك فلقد ابتكرته بنفسك. إنها فراشة جميلة، سيمدها هذا الخط بالحيوية مع المخطط الخارجي للجناحين. الجانب الآخر، ها أنا ذا. تأملوا هذا الجمال الخالص فحسب، وهذه البداية فحسب يا بني. هل تشعر الآن أن بإمكانك إطلاق العنان لمخيلتك؟ ربما ستلهمك هذه الحيل. لا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات المذهلة. اتفق هذين اليونيكورن على الزواج اليوم بهذه الطقوس. أحبك. ها، يا إلهي، كم هذا جميل. يمكنكما تبديل الخاتمين إن لم يكن هناك اعتراض. الخاتم هنا. أوه يا إلهي، أين هو؟ أنا متأكد أنني وضعته في جيبي. هاي، لدي حالة طارئة، لا أملك خاتماً. ماذا يحدث هنا؟ ها؟ يا إلهي، ليس لدي خاتم. ماذا؟ سأجد حلاً. حلمي بالزواج على وشك أن ينهار. لابد أن هناك شيء يمكنني فعله. قلادتي. لحظة واحدة من فضلكم. سأستخدم خرز القلادة ومكواة الشعر. سأضع ورق الخبز على الملقة الساخن. رائع. سأرتب الخرزات بشكل قوس قزح صغير، ثم سأضغط عليها. هكذا بدأت الخرزات بالذوبان تحت الحرارة، ذابت وأصبحت مستوية. سألفها الآن على شكل خواتم، تبدو جميلة فعلا. سأرتديها الآن في أصابعي. هكذا، إنها جميلة، جميعها مناسبة لأصابعي تماما. أنا ذكية. حان الوقت لإنقاذ هذا الزفاف. تفضل. حسناً، فهمت. واو، خاتم قوس قزح مذهل.
حسناً أنا مستعد الآن، دعيني أضع لك الخاتم. قلت لك إنني لن أخذ لك. حسناً أنتما متزوجان الآن. حفل الزفاف، منسق الأغاني مدهش. حلوة جداً، إنها مصدر إلهام لي في الرسم. ماذا يحدث هناك؟ أوه، أنت تعلمين القوانين يا فتاة، الحلوى ممنوعة. وما الحاجة إلى كل هذا السكر؟ هو ما مشكلة هذا؟ هل تريدين أن أوضح لك؟ رائع، ها؟ رسمتها بنفسي. هذا مثير للفضول. ماذا يحدث هنا اليوم؟ يا إلهي، المديرة؟ الحلوى ممنوعة، حان وقت العقاب. لا، انتظري. ها، ما هذا المكان؟ أهم، انتبها الآن، حان الوقت لاختيار أدواتكما. هذا نداء الطائر، والتحدي الفني الأول لكما. سأفكر. أوه، هذا الوشاح، يجب ألا يكون هذا صعباً بالنسبة لي. ماذا؟ هل هذا ما أفكر به؟ ابتعد من هنا أيها الطائر الغبي. منحني هذا الأفضلية، ولدي الشيء الذي سيمنحني ميزة إضافية. هو كيف وصلت هذه إلى هنا؟ لا يهم، كما كنت أقول. ها، هل هذه مسحة قاسية؟ حسناً، حصلت على أغراضي أخيراً. هو رائع، كتاب آخر ممل، غير مفيد. نظارات سباحة؟ لا أجد أي منها مفيداً. ما كل هذه الرياضيات؟ وكأنني أعلم ما يعنيه أي من هذا. يبدو أن بإمكاني هذه الحروف مساعدتي في مهمتي. عندما أنتهي من رسم الجسد، سأستخدم هنا بعض الأرقام السحرية. وعلى الرأس أيضاً، أصبح يبدو كطائر، أليس كذلك؟ انتظروا فقط حتى ألونه. هل أنت بخير يا عصفوري الصغير؟ سأرسم لك ريشاً جميلاً بألوان زاهية. انتهيت. ما رأيك؟ هل ترين الأرقام هنا؟ مذهل. وأنت؟ لقد علقت أسفل هذا الطقس السيء. هذا كل ما لدي. مقزز، لقد فزتي بالجولة يا آني. هاي ياي لي، شكراً. لا يمكنني العمل في هذه الظروف، كان علي رؤية ذلك قبل وصوله. سنبدأ التحدي التالي. رأيت الكثير من التفاح خلال اليوم، أعرف كيف أبدأ، والسر هنا رسم دائرة مثالية. لكن أين سأضع عودها؟ أخذت الدائرة مساحة الورقة بالكامل. سأعود إلى نقطة البداية. يمكنني الاستعانة بشيء ملهم. مهلاً، أرى تفاحة مثالية. يبدو أنها مشغولة. سأذهب، سأنفذ مهمة التفاحة بالكامل. أنا مزودة بالسلاح ومستعدة، كل ما أحتاج إليه هو قص التفاحة. ماذا تفعل آني؟ توقفي، اجلسي مكانك. عذراً. يا إلهي، كان ذلك وشيكاً. أعتقد أنني سأرسم الشيء الذي أعرف، مثل كلمة أبل، إنها سهلة. P-P-L-E. مهلاً، إن قسمت الكلمة على 5، هو التفاحة. سأقترب من تحقيق هدفي. حسناً، سأجعل 5 أكبر حجماً. من كان يعلم أن الرقم قادر على صنع نصف تفاحة؟ لم يعلم أحد أن الرسمة بدأت برقم، خاصة عند الانتهاء من تلوينها. سأمزج الألوان جيداً لتصبح أجمل. لن أنسى رسم العود. سأرسم القليل من الظل أيضاً، وبضع تفاصيل أخرى صغيرة. وتبدو هذه التفاحة جميلة كثمرة حقيقية. ما رأيكم؟ تدا، انتهيت. وأنا أيضاً. تبدو كتفاحة حقيقية. وهذه تافهة. حسناً، هذا لا يحتاج إلى تفكير. برافو آني، لقد فزت. مرحة. أتمنى لو كانت لدي تفاحة حقيقية.
وأنا أيضاً. أوه، التهم أحدهم هذه التفاحة بالفعل. ها، لحسن الحظ تفاحتي طازجة. جروي الصغير الجميل، إنه وسيم جداً. لما لا ترسمانا وأنتما الاثنتان حالاً؟ هو لنبدأ. وأنا خبيرة في الكلاب، إنه مجرد رأس وجسد وأربعة سيقان، لكن يبدو هذا تافياً، أليس كذلك؟ أو سأجرب مجدداً. أعتقد أنه كلما كان أكبر كان ذلك أفضل. يوه، ما زال فظيعاً. كلا، فظيع أيضاً. هي، ماذا؟ إهدئي. هي، أعتقد أنه خطرت لي فكرة. سأستخدم يدي كدليل للرسم، لأنه بمجرد الحصول على الخطوط العريضة يمكنني الابتكار بوضع التفاصيل. صدقوني، ستكون النتيجة رائعة. سيمنحني هذا اللون لون الشوكولاتة البنية. ولن أنسى اللسان الوردي، سمة مميزة للكلب. تدا، هل يعجبك؟ التشابه مذهل. وأنت؟ أو أني؟ ماذا؟ لم ترسمي شيئاً؟ يعني هذا أن إيما هي الفائزة. تبدو هذه شهية. شكراً لك. كلاب من الشوكولاتة، سأبدأ بتناول هذا. يبدو لذيذاً وطري أيضاً. هذا ليس عدلاً. إذا يا عزيزتي، خذي واحداً. أوه، حقاً؟ شكراً لك. وجدتها، رسمة واقعية. يا فتيات، هاي. أوه، عذراً. هل سنرسم يداً؟ حسناً، لدي خطة. لنرى، قد تنجح هذه اليد، لكن هذه أفضل بكثير. أجل، سأستعير هذه اليد. كل ما علي فعله هو تحديد هذه اليد. سأضمن الفوز بهذه الجولة. هاي، انظري. لحظة واحدة. حقاً؟ حسناً، هذا ممتع بالفعل. في الواقع وجدتها، فتاة مهذبة. ها؟ هاني؟ ها؟ حسناً، هذا غريب. هل يوجد شمع هنا؟ ها؟ أبعديها عني، فأنا أحاول الرسم. مهلاً، أتعلمين؟ قد تكون هذه مفيدة. الفن نابع من الإلهام وليس التقليد، وهذه الأصابع المثنية منحتني فكرة رائعة. الأظافر الحمراء هي الأجمل، أليس كذلك؟ إنها جميلة بالفعل. انتهيت. أين ذهبت؟ هو لا يهم. هاي، ارفع ما قمتما برسمه. حسناً. واو، كيف تمكنت من فعل ذلك؟ تبدو رسمتي قبيحة بجوار رسمتها. أوه، يا إلهي، هذا مذهل. لمن تلوح؟ ها هي جائزتي. يا لها من جائزة رائعة. أنا الملكة، ها تشعرين بالغيرة؟ أحسنتي. لا تفكري بالأمر حتى. مرحبا يا فتيات، هل يمكنكما رسم هذا الشيء؟ ابدأ الآن. ستكون مهمة سهلة للغاية. ستتميز هذه الجولة باللون الوردي. سأرسم أولاً الكوب الورقي. اللون الوردي هو المفضل لدي. لم تأخذ الحجم بعين الاعتبار. سأفترض أنه 10 سنتيمتر. والآن سأنتقل إلى الجزء الألذ. شهي، ربما أخطأت في اختيار اللون الأخضر. هزل، هل يفترض أن يكون هذا آيس كريم؟ لم أقصد رسم هذا. أردت اللون الأخضر، صحيح؟ أخطاء المبتدئين. كلما كان الشكل حقيقياً كان ذلك أفضل. سأبدأ بكرات الآيس كريم الكبيرة. سيأتي اللون في المرحلة التالية. هكذا يكون الأساس أفضل.
هترين ما أني؟ لا يمكنك ارتكاب أي خطأ عند رسم هذه التفاصيل. هترين آيس كريم، إنها مكتوبة على الكوب. وأخيراً يحين وقت التلوين، أشعر بالجوع بعد رسم الآيس كريم. هذا ما يحدث عندما ترسم أشياء أقرب إلى الواقع. كنت أنتهي؟ بضع تفاصيل هنا وهنا، انتهيت. متعي نظرك بهذا. ها؟ أريني. هذا ما يمكن أن أصفه بالتحفة الفنية. هيا. يا هو، تحول إلى دلو كبير من الآيس كريم الحقيقي. ربما هذه الجائزة هي الأفضل حتى الآن. أوه، هذه مأساة. أكره البروكلي. مذاقها كأوراق الأشجار. يا إلهي، هذا الكتاب رائع، لا يمكنني التوقف عن قراءته. حسناً، سأذهب للتسوق. وصل بطاقتي الائتمانية إلى حدها الأقصى. أراك لاحقاً. ودان، ها، استمتعي. أو إنها رسالة نصية، إنها من كيفن. أصبحت هذه الليلة أكثر روعة، لا أصدق ذلك. أوهو. سأحضر مفتاحي. مهلاً، أنا متأكدة أنه كان هنا. أو لا، هذا فظيع. مهلاً. ساني، يا له من يوم. أو ما المشكلة؟ لماذا تنظرين إلي بهذا الشكل؟ لقد أخذت مفتاحي، أعطيني إياه. هل تقصدين هذا؟ إنه مفتاحي. ها، أنت تعتقدين ذلك، ها؟ أعتقد أنك تفقدين مفتاحك باستمرار. تذكري ما حدث الأسبوع الماضي؟ هل هذا لك؟ حقاً، صني، كنت أبحث عن هذا. ماذا؟ ها هو، هل يذكرك هذا بشيء؟ لا، ويمكنني أن أثبت الآن أنه مفتاحي. أعني، لقد كان خطأً غير مقصود. كنت سأخرج برفقة كيفن. يحدث هذا دائماً، يجب أن نجد حلاً لهذه المشكلة، وأعتقد أنني وجدت الطريقة. لدي قالب على شكل قلب، سأضع المفتاح داخل القالب، ثم أملأ القالب بالراتنج الأحمر، وسأضيف إليه المادة البراقة. يبدو جميلاً، يبدو أنه قد أصبح صلباً، ثم سأخرجه من القالب. هاو، انظري، إنه مذهل، لطيف جداً. أشعر بالرومانسية بالفعل. ليتني فكرت بهذا من قبل. سأضعه هنا، والآن سنتمكن من التفريق بين مفتاحينا. أنا ذاهبة. مهلاً، هذا ليس مفتاحي، لكن أين وضعت مفتاحي؟ مهلاً، ها هو، جيد، ودعاً. ها، كنت أعلم أن حيلتي ستنجح. لن تذهب إلى أي مكان. أشعر بالملل قليلاً، أتساءل ماذا علي أن أفعل. لدي فكرة، سأقوم ببعض الأعمال الفنية. سأبدأ بقليلاً من اللون البرتقالي. الفن ممتع، من الصعب أن تشعر بالملل وأنت مبدع. من الأفضل أن أشرب بعض السوائل. هلا، فيما كنت أفكر؟ الطلاء على كل أصابعي. يا إلهي، يا لها من فوضى. ماذا سأفعل الآن؟ الطلاء لوث الكوب بأكمله. انتظروا، أنا عبقرية. حسناً، سأبدأ بكوب زجاجي نظيف وإصبع ملون. ينبغي أن يكون هذا كافياً. والآن سأرسم خطاً مموجاً بالأعلى. جيد، ثم يمكنني وضع القليل من الخطوط بقلم التحديد تحت النقاط الملونة. لقد انتهيت، تبدو لطيفة جداً. تبدو كأضواء صغيرة ملتفة حول كوبي. إنه أجمل بكثير من ذي قبل. لا يمكنني أن أصدق أنني فكرت في هذا. وقد حان وقت المزيد من العصير. هذا ما أقصده. مرحباً، ما رأيك في سترتي الجديدة؟ حصلت عليها في التخفيضات، خصم 50%. أليست جميلة؟ أجل، لطيفة. ولكن انظري إلى سترتي الجديدة. ما رأيك في حافظة هاتفي الجديدة؟ موضة لآلي قديمة جداً. لدي بوبات. لا يهم، لدي هذا الدفتر أيضاً، زينته بالملصقات. قلوب ونجوم وقطعة مثلجات أيضاً. جداً وسادة، لن يصلح هذا إطلاقاً. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي أقلام التحديد هذا. انتظروا، لدي خطة. بأقلام التحديد وهذا السكين سأقطع الطرف.
سأقطع المزيد حتى يبدو بشكل قلب. انظروا كم يبدو لطيفاً الآن. سأحضر دفتري وأستخدمه كختم. لن أتوقف عند القلوب فقط. ها نحن ذا، جميل بالقلوب والنجوم. انظري، دفتري عليه هذه الأشكال أيضاً. واو، لا أصدق أنك صنعت هذا. على استنجاب أن يعيد مثلجاتي. لا تأخذ مثلجات روكي رود. حسناً، حان وقت بعض التلوين. أنا فنان، أنا الأفضل في الفن. التلوين ممتع للغاية. كلا، نثرت الألوان على حاسوبها. أعرف ماذا سأفعل. سأنظف. انتظروا، إنه يتلطخ. كلا، لقد زادت الفوضى. لقد تلون بالوردي. ستغضب مني كثيراً. لقد استيقظت. ماذا تفعل؟ لماذا تحدق بي؟ تتصرف بغرابة. غريب حقاً. انتظر لحظة، حاسوبي، ماذا حدث له؟ لقد لونته بالوردي. ما هذا هناك؟ شفاط؟ انتظروا، يمكنني إنقاذ الموقف. حسناً، ها هو حاسوبي المسكين الملطخ. أحتاج إلى المزيد من الطلاء. هذا صحيح، أكثر وليس أقل. أبيض وأصفر أيضاً، وبعض الأجواني، وربما القليل من الأصفر المائل للبني. حسناً، أنا جاهزة الآن لاستخدام الشفاط. سأبدأ في النفخ على هذا الطلاء الآن. سأستخدم الهواء لدفع الطلاء على الحاسوب. علي الاستمرار، أحب الألوان المختلفة. الأنماط والملمس تجعله رائعاً. رائع، تحول إلى عمل فني رائع. يجعلني أفكر في أمواج المحيط. لا يمكنني أن أصدق كم أصبح جميلاً. رائع، انظروا إلى حاسوبها، رائع للغاية. كدت أنتهي من ترتيب طعامي. كلا، إنه يقع. يا للهول، أنا سيء في هذا. انتظروا، هل هذه الألوان بالأعلى؟ أجل، إنها ألوان ولوحة فارغة. لقد تركتها هنا. سأقوم ببعض الأعمال الفنية. هل هي موجودة؟ لا أريدها أن تمسك بي. كلا، الباب مغلق. حان وقت التلوين. أحب اللون الوردي، إنه جميل. أنا بارع في الرسم. حسناً، لدي ما أحتاج إليه. ماذا؟ ماذا يحدث؟ مرحباً، انظري، أنا ألون. أليست جميلة؟ حسناً، أظن ذلك. ماذا سأفعل؟ لقد أفسد اللوحة بالفعل. أجل، أظن أن لدي حل. حسناً، لدي اللوحة. حان الوقت لبعض الطلاء. سأستخدم نفس اللون. سأرسم حرف A الذي استخدمه. أحتاج إلى المزيد من الأزرق وبعض الأصفر. كل الألوان. حان وقت بعض التنظيف بالإسفنجة. أنا أمزح. أحتاج إلى الإسفنجة لأمزج كل الألوان. لا بأس إن لطخت الشريط اللاصق. اتضح أن المزج ممتع فعلاً، ولكنه يستغرق وقتاً طويلاً. ها نحن ذا، لقد غطينا اللوحة أخيراً بكل طلاء. ها أنا ذا، سأنزع الشريط اللاصق. ينزع بسهولة. رائع، تبدو مذهلة. رائع، هذا مذهل. أنت بارعة في التلوين. لوني واحدة لأجلي. كيف تشابكت الخيوط؟ رائع جدتي، انظري. كلا خيوطي. يا لها من فوضى. كلا كلا كلا، عملي الفني لقد فسد تماما. جدتي، انظري إلى ما فعلته خيوطك. انتظروا، الخيوط. الخيوط بالطبع، لقد تلطخت بالطلاء بالفعل. سأفعل هذا. حسناً، الطلاء الأسود على اللوحة. والآن سأضع الخيوط المطلية باللون الذهبي. وضعتها على اللوحة لأكملها، وسأضع المزيد هنا. تحولت اللوحة بالكامل. ثم سأحتاج إلى الشريط اللاصق على الأطراف غير الملونة. حان وقت رفع اللوحة. ها نحن ذا، تنزع الخيوط بسهولة. لقد صنعت عملاً فنياً مذهلاً. أنت أفضل فنان في نظر جدتك. إنها أفضل لوحاتي. إنها جميلة للغاية. حان الوقت لإبهارها بمواهبي. سأبدأ بالأزرق.
ولكني سأحتاج إلى ألوان أخرى أيضاً. سألون هذا القلب باللون الوردي. ها نحن دا. عليها أن تفهم الرسالة من هذه الرسمة. أتساءل إن كانت ستعجبها. هل صنعت هذا لأجلي؟ ارحل من هنا. كلا كلا، لا أريد ردة الفعل هذا. أجل، هذه سيئة. انتظروا، ماذا؟ كلا، لقد لطخت أصابعي بالطلاء. يومي لا يسير كما أشتهي. من الأفضل أن أغسل يدي قبل أن أسبب المزيد من الفوضى. سأحتاج الصابون لهذا بالتأكيد. انتظروا لحظة. رائع، انظروا إلى هذا، تلونت الرغوة من الطلاء. حان الوقت لإصلاح الأمر. أحضرت وعاء ماء وسأضع صابون الجلي. وبالطبع سأضيف الألوان. سأمزجهما معاً بعصا مثلجات. ها نحن دا. هناك رغوة قليلة، ولكني أحتاج إلى المزيد من الفقاعات. حان الوقت لإضافة الهواء من خلال شفاط. رائع، انظروا إلى هذه الفقاعات، إنها تزداد. حسناً، وداعاً يا شفاط. والآن سنضيف الورقة على الفقاعات. رائع، ظهرت الفقاعات على الورقة. مرحباً، أعددت لك هذه البطاقة. صنعتها لي حقاً؟ رائع، أحببتها، إنها جميلة جداً. يا إلهي، هل تريد السير معي إلى الصف؟ لقد نجحت بالفعل. هل سبق لكما رؤية يونيكورن على الطبيعة؟ نحن نراه الآن، هذا مجرد إلهام. أين قلمي؟ كيف يفترض بنا الرسم؟ يجب أن نفكر خارج الصندوق. أقصد صندوق الرسم. سأفتح هذا الصندوق. أجل، سأرسم بها. واو، هل يمكنني استعارتها؟ أو حسناً، لن أقول لا لصديقتي. خذي. ماذا سأفعل باللون الأبيض؟ لا يظهر على الورقة حتى. ليست مشكلتي. تباً، ماذا سأفعل الآن؟ هل يجب أن أساعدها؟ خذي. من أين جاءت كل هذه الألوان؟ العفو. يمكنني البدء الآن. لحظة، وجدتها. سأبدأ بتصميم سري للغاية. لا يمكن رؤيته. ليس بعد. لا يغطيه الطلاء. كلما أضفت طبقة من الطلاء انكشف المزيد من تصميمي السري. انتهيت، إنه يونيكورن. لكن يمكن رسم أي شيء بهذه الطريقة. الخيارات غير محدودة. انتهى الوقت. هل أعجبك؟ لا بأس به، لكن رسمة أشلي. واو، كيف فعلت ذلك؟ أعطيتها قلم تلوين أبيض. حسناً يا حاشيتي، ستتوقفان عن الكلام حالما تريان هذا التاج الملكي. إنه براق. ارسما. هذه الجولة سهلة، لا شيء أسهل من رسم التاج. يمكنني رسمه وعيناي ممضتان. أوه حقاً، سأريها كيفية رسمه كما يجب. إنها التفاصيل الصغيرة. الخطوة التالية هي المجوهرات. الياقوت الأحمر هو الخيار المثالي، لكن يمكنني استخدام ياقوت حقيقي. من الجيد أنني أحضرت هذه الياقوتة معي. إنها مثالية، لكني أحتاج إلى بعض الجليتر. اللون الذهبي مناسب تماماً. سأسكبه على التاج مباشرة. لنعرض رسمتينا. أنت أولاً. حسناً، ما رأيك؟ ما أجمله، يمكنك ارتداءه. كيف فعلت ذلك؟ إنه رائع. حان دورك يا أشلي. ها هو تاجي، إنه بسيط جدا. لماذا لا تجربينه؟ لا أظن أنه أعجبني. هل أنتما مستعدتان لهذه الجولة؟ هذه الإيربودز عملاقة.
أهلا، هذا ظلم. هل سأرسم بهذا القلم؟ بالكاد أستطيع الإمساك به. هذا سخيف. أنا مستعدة للرسم، إنه مثالي. حان وقت بعض التخريب. بلوح الصابون حاول الرسم الآن. سأبدأ من منتصف الورقة. هذا غريب، هل هناك مشكلة في القلم؟ لا أدري. هذا غريب، انتهى الوقت. دقيقة أخرى. قلت إن الوقت انتهى، اعرضا رسمتيكما. حسناً، هرينا رسمتك يا جينيفر. لا بأس بها، لكني أرى أنك أحضرت لوح صابون. هذا يعني استبعادك من هذه الجولة. أنت السبب، لا أصدق أنك تجرأت على ذلك. على الأقل ورقتك نظيفة. يبدو أن أشلي ستربح الإيربودز. لا أصدق ذلك، صوتها رائع. اللعب بالبوبيت ممتع حقاً. لماذا لا ترسمان هذه اللعبة؟ أنا أحب بوبيت. حسناً، ترسم جينيفر طبقات ألوان، لكن طريقتي أكثر إبداعية. سأستعير هذا المشط. أولاً سأضع بعض الشريط اللاصق، ثم سأضيف قطرات الطلاء هكذا. وبعد ذلك سأنشئ نمطاً جميلاً بالمشط، إنه يدمج الألوان معاً. أجمل بكثيراً من الرسم بالفرشاة. وبعد أن أزيل الشريط اللاصق سأحصل على حواف مرتبة. واو، نجحت الحيلة. مشطي؟ ماذا فعلت به؟ إنه مشطي. آسفة. يا للوقاحة. ماذا عن حلوى كتعويض؟ لا أظن ذلك. لحظة. حسناً، أعطني إياها. سيكون هذا مشوقاً. البنفسجي لوني المفضل. سأضعك في القمة. تبت الحياة في الرسمة وتبدو مثل لعبة بوبيت حقيقية. جيد، أريد أن أرى النتيجة. انظري، رسمة إبداعية، لكن رسمة جينيفر مذهلة للغاية. والرابحة هي، واو، لم أعلم أنه موسم البوبيت. مستعدتان، متعان ناظريكما بهذا الجمال. ما أجمل هذه الألمسات. حان دوركما. أظن أنه يمكنني فعل ذلك. إنها مجرد رسمة عادية، صحيح؟ فكري يا أشلي، فكري. أشكت جينيفر على الانتهاء. سأبذل قصارى جهدي. يبدو مثل مخطط فستان. حان وقت الجسم. يطمن السحر في التفاصيل. حان وقت التلوين. أترى كيف تمنح الألوان لمسة رائعة؟ كما لو أن الحياة تذبت فيه. يبدو رائعاً، إنه الرابح بالتأكيد. سأمد لها يد المساعدة. هذا ما أحتاجه بالضبط، الجليتر. واو، ما أجمله. سأطلب أمنية الآن. لحظة، حساسيتي. انتهى الوقت. هيا يا جينيفر، أليس جميلاً؟ إنه جميل. ماذا عن رسمتي؟ إنها ممتعة للنظر.
واو، إنه براق. هل تمزحين معي؟ أجل، فعلت ذلك بنفسي. يمكنك الاحتفاظ بها. الفن يجمع الجميع. أجل، تحب نفخ الفقاعات. ماذا؟ لا، إنها مكسورة، لن ينفع هذا. لكني أريد نفخ الفقاعات لصنع أشياء جميلة. الجني في خدمتك. لا يمكنني صنع الفقاعات. حسناً، هذه مشكلة، يجب أن أفعل شيئاً لحلها. دعك من هذا، لدي قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد وهو أفضل منها. حسناً، لدي هذا الشكل، سأستخدم الآن قلم الطباعة. سأبدأ باللون الأخضر لصنع مقبض العصا، هكذا. والآن يمكنني الانتقال إلى اللون الأصفر لرسم النجم، ثم سأستخدم اللون الأحمر لرسم الدوائر، هذا سهل. وانتهيت، أصبحت العصا السحرية جاهزة للاستخدام. حسناً، لدي عصا فقاعات جديدة صنعتها لك خصيصاً. أوه، جميلة جداً، انظر إلى هذه الفقاعات الرائعة. ياي، الفقاعة جميلة جداً. حسناً، أنا قادم، وداعاً. صفقوا بأيديكم الصغيرة، نكتة مضحكة دائماً. انظروا إلى كل هذه الأشياء. أصفاد؟ لا، أوه لا، أريد هذه هنا على كل الأحوال. لا أتذكر أني اشتريت هذا. إلى الصندوق. طلع أظافر؟ لا أحتاجه. حسناً، امتلأ الصندوق، هذا يكفي اليوم. أوه، ما هذه الرائحة الكريهة؟ كانت قيلولة مريحة. المزيد من الأشياء؟ جميل، لكنني أحتاج أكثر من هذا. أوه، صندوق جديد، سأرى ما فيه. لا، هذا غير مناسب. طلاء أظافر؟ بالتأكيد سأستعمل. وقت المانيكير، لكن ليس بالطريقة التقليدية. هذه المرة سنزين الأصابع. سألف شريطاً حول إصبعي هكذا وأتركها، ثم نضعه تحت الأشعة فوق البنفسجية. لن يأخذ وقتاً طويلاً. والآن نبعد الشريط ونأتي للجزء الممتع، التزيين. فرشاة رفيعة كهذا ستفي بالغرض. ما أجمل هذا القلب. ها، قربت على الانتهاء. ما رأيكم؟ حصلت على خاتم جديد أو خاتمين. رائحة فظيعة. ها، جميل جدا، خواتم جميلة حقا. هذا سأشتريها منك. أعطني إياها. ادفعي أولا. أعطني أولا. حسنا، تفضلي. ياي، أنا غنية. لا يهم، سأغسلهما. ماذا؟ هل تريدن خواتم أنتن أيضاً؟ هل يود أحد الاشتراك في هذه المسابقة؟ أي شخص مرحب به؟ باستثنائك، اذهبي من هنا، يا لك من مقززة. واو، والآن هذا ما أريده. سيارة من تلك؟ لا تقلقي يا سيدتي، سآتي إلى بابك. ها أنت ذا، انتبهي لخطواتك. آه، لقد طالت هذه الرحلة كثيراً. سيشرفني أن تأخذي منشوري. ابتعدي. ما هذا؟ دعوة لدخول مسابقة رسم؟ كلا، لما يجب أن تكون هناك رياح في أي مكان؟ من شيء هنا. هو ما هذا؟ مسابقة رسم؟ شكراً، أعطني ذلك. والآن انظري إلى ما فعلت. يبدو أن كلتيهما ستذهبان. حسناً، هل نحن مستعدون للرسم؟ لنبدأ الإحماء برسم قوس قزح. قوس قزح؟ ها؟ يا له من موضوع للإحماء. أعرف ما سأفعل. يمكن لحقيبة أغراضي أن تصبح مفيدة أخيراً. لنرى. أوه، مرحباً أيها الصغير. كلا، يا لك من الفتى المطيع. ها هو ما كنت أبحث عنه. هل أنتم مستعدون لمشاهدة السحر؟ انظروا إلى هذه الألوان وهي تتحول إلى قوس قزح كامل. علي وضع عدة قطرات فحسب. ها نحن ذا، انتهيت. حسناً، بل كدت أنتهي. رائع، سأستخدم هذه الأداة. هل هذا مرضي أم ماذا؟ يتعلق الأمر كله باستخدام المتوفر لديكم. ها نحن ذا. هذا فضولي قليلاً. والآن سأزيل الشريط اللاصق كله. لا مثيل لخط أنيق وسلس. ها
حسناً، لنجعل هذا الخط 3 خطوط مستقيمة. ها قد انتهيت، شكراً على المساعدة. هذا مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ أعتقد أنه جيد، أستطيع تولي هذا. مرحباً، هل علي أن أفعل كل شيء بنفسي؟ هذا جميل جداً، اذهب. أحتاج إلى مساحة لأتمكن من الإبداع هنا. هذا مثير للاهتمام. هذا واضح، فلتشاهدوا وتتعلموا جميعاً. إنه جميل بوجود كل هذه الألوان، أليس كذلك؟ انتظروا لتروا ما التالي. هل رأيتم؟ يتسنى لي العمل أحياناً. وحين ينتهي ذلك، يتبقى لكم مسحوق قوس قزح مدهش. انظروا إلى درجات الألوان الحيوية. تدا! كان ذلك مذهلاً حقاً. أو بالتأكيد لم أنتهي بعد، وكأنه فتى قوس قزح يرقص. يمنح هذا شخصية، ألا تعتقدين ذلك؟ حسناً، كلاهما مثير للاهتمام، ولهذا ستفوز كلتاكما. هذا جيد. أداة، فهمت ذلك. أداة؟ هاو، لا تقل المزيد، أعرف الأداة المناسبة. هاو، ها هي. إنه لطيف جداً، صحيح؟ لكن يمكنني إجراء بعض التعديلات. هذا جيد، والآن لنبدأ العمل. هل فعلناها؟ ثم ابدأ. عجل، سأفعل. هل أرى ما أعتقد أني أراه؟ هجل، إنه رائع جداً، أعرف. والآن أرسم أيها الصغير. لكن لأن كل فنان يحتاج إلى إلهام صغير، فإليك إلهامك. هل تعتقد أن بإمكانك رسم قطة صغيرة؟ لا مشكلة، يمكنك دائماً الاعتماد على هذا الشيء لرسم دائرة مثالية. هل تعرفت على هذا الشيء بعد؟ امنحي دقيقة فحسب، سيفعل ذلك. انظري إلى كل هذه الخطوط المثالية. هذا بحق السماء؟ لا أوافق على ذلك. هل يمكن للروبوتات صنع فن حقيقي؟ يبدو الأمر كذلك. يبدو أنها اكتملت، ولا أحتاج إلى أن أقول أنها مثالية، هل ترين؟ حسناً، بإمكاني منافستك في هذه اللعبة. أحتاج إلى الأشكال الصحيحة فحسب، لنرى ماذا هنا. قليل من التجميع، وها نحن. مجرد قطعة بلاستيك وصورة على هاتفكم. وبوف، يمكنكم استشفافها. هذا مبتكر، أليس كذلك؟ أن تكون واسع الحيلة دائماً ما يفلح. دائماً ما يفلح. كدت أنتهي، النتيجة تصبح جميلة جداً على ما أعتقد. هذا مضجر. الأسباب واضحة، ناومي. محال، يبدو أن الابتكار هو الحل. روبوت غبي، مكانك هو سلة المهملات، هل تسمع ذلك؟ كلا، أنت القمامة. ها؟ ماذا؟ أرسمت شيئاً لي؟ هل يفترض أن يكون ذلك مضحكاً؟ لقد خذلتني التكنولوجيا اليوم. حسناً، وماذا الآن؟ مرحباً يا من هناك؟ أوه، بالتأكيد، الجولة التالية هي الأوريغامي. أوه، الأوريغامي؟ حسناً، من الجيد أنني أحمل ورقاً معي طوال الوقت. إنني أمزح، أعطاه لي رئيس الخادم. أفضل الأوراق التي لها قيمة، والذهب أفضل من ذلك حتى. تفضل. هل هذا حقيقي؟ من الأفضل أن أعود إلى العمل. حسناً، لأرى ما سيحدث. الحرارة ترتفع هنا. لقد تحولت إلى ذهب، لكن لما أتوقف عند هذا الحد؟ سأضعك هنا. يا إلهي،
أجل، لقد نجح ذلك بالتأكيد. رائع. آنسة باتي. شكرا أيها الطاهي. هذا ظلم شديد. أتساءل إن كان لدي ورق في مكان قريب. ليست ذهبا لكنها ستفي بالغرض. هل أنتما مستعدان لمشاهدة بعض السحر أيها الرفيقان؟ فلا القرف. هذه الورقة مجعدة جدا. هذا مضحك جدا أعرف، لكن يمكنني عكس الأمور. لا يمكنني تركها تعمل طويلا فحسب. أصبحت جيدة كالجديدة أيا ما يكن. لدي أشياء أخرى لأقلق بشأنها. عدة طيات دقيقة فحسب ولن تبدو هذه قطعة ورق. الآن سأرسم عدة علامات هنا. تبدو غريبة الآن لكنها ستكون منطقية في النهاية. هل تعرفتم عليها؟ إنها أجمل فتاة في العالم. ها؟ اصبروا فحسب. حسناً، بقيت عدة خطوط فقط، والآن سأفعل الشيء نفسه على هذا الجانب. سأستمر في طي الثنيات وسأرسم في الفراغات. ها هي، لقد انتهيت. إذا كان هذا رأيك، الألوان رجاءً. والآن يمكنها الرقص. هل ترين؟ يمكنني جعل أطرافها جميعاً تتحرك. لا يمكنني منافسة ذلك. أم ربما يمكنني؟ سأصنع طية في الأعلى ثم أخرى في الاتجاه المقابل. واستمر حتى أصل إلى الأسفل. ثم أرسم خطاً مستقيماً هنا. ثم سأجعله يمتد نحو الأسفل بهذا الاتجاه. ثم أغلقه بحيث يصبح مربعاً. هل عرفتم ماهيته بعد؟ وهنا سأرسم أرنباً صغيراً. كم هو لطيف هذا الشيء؟ هيا، وهو يحتاج إلى دب صغير ليكون صديقة. رائع، أليس كذلك؟ لا تنسوا تلوين الأشياء. الأزرق والبرتقالي زاهيان دائماً. والآن حان دور صديقينا من الحيوانات. تضفي الألوان حيوية عليهما. بقي شيء واحد، ثم سأعيد طي الورقة. تدا، لقد انتهيت. هذا صعب، لكن راقصة البالي هذا، أنت الرابحة. لكن ماذا عن ابتكاري اللطيف؟ ما هذا؟ مرحى. ماذا؟ أوه، صباح الخير. لنبدأ يوم الجميل. صباح يوم آخر. أوه، ما رأيك في هذا الفستان؟ حقا أستطيع فعل ذلك. جميل، لكن هل تستطيعين الحصول على شعر بهذه الروعة؟ لا أعتقد ذلك، إنه فريد من نوعه. كذلك يحمل الورود بكل أناقة، أترين؟ أو أستطيع الحصول على وردة أيضا، سأختار هذه. والآن كيف يمكنني أن كم هذا محرج. إيه، لننظر هنا. أحتاج إلى شيء لزق. سيفي هذا بالغرض. لنحول مشابك الشعر إلى شيء رائع. أحتاج لبعض الأدوات الإضافية فقط. أترين مشبك شعري هذا؟ استخدمي قلم الغراء ثلاثي الأبعاد لصنع تصميم لطيف. سأختار لوني المفضل وهو الأزرق. هل ترين هذا الخط الطويل الجميل هنا؟ استمري واجعليه أطول. أوشكنا على الانتهاء. أترين كيف تحول إلى شكل حلزوني كبير؟ وسيتمسك للحفاظ على شكله أيضا. وكأنني صنعت زنبركا جميلا لنفسي. إنه يقفز عاليا. ويمكنك وضع المشبك في شعرك الآن. أليست كل هذه الألوان مبهجة للعين؟ جميل، كدت أنسى أهم جزء على الإطلاق. لدي شعر مجعد مذهل كشعرك تماما. انظروا كيف تتحرك. صباح الخير يا جولي. أليس كوبي الجديد رائعاً؟ إنه لطيف للغاية. هل يمكنني رؤيته؟ مستحيل، يا ذات الأصابع الزلقة. حسناً، علي العثور على مكان للاحتفاظ به فيه. هذه الأرفف مرتفعة للغاية. لن تصل جولي إلى الأعلى هنا، ولا حتى وهي ترتدي كعباً عالياً. أراك لاحقاً. إنها لا تنظر، أليس كذلك؟
حان وقت سرقة الكوب. اتصل، يمكنني الشعور به تقريبا. أجل، كلا، لا أستطيع تصديق ذلك، ستقتلني. علي إخفاء الدليل. ننظر هنا على أي حال. قلم طباعة ثلاثية الأبعاد، ربما يمكنني إصلاحه. ابدأ بتحديد الشكل بالقصدير. بعد تغطية القطعة بأكملها، دعها تجف ثم انزعها. تتطلب الخطوة التالية إبداعاً. لنبدأ بقلب أحمر كبير. لا تنسوا أن يكون ملائماً للحجم تماماً. اصنع خطوطاً من أعلى لأسفل، وها قد انتهينا. علي أن أكون هادئة للغاية. لنرى، هذا الكوب لطيف للغاية. رائع، وأخيرا وصل. أنا متحمسة للغاية، انتظرت وصولها طويلة. حسنا، حان الوقت لفتحها. هيا بنا. لا يمكنني الانتظار لرؤية هذه الألوان الجديدة. حسنا، سأفتحها. هيا. واو، ما أجملها. تحتوي أيضا على ألوان براقة. سأجرب بعضها الآن. واو، لم أعتقد يوما أنني سأخرج من هنا. أجل، ها هي فرشاة المكياج المفضلة لدي. ممتاز، حسناً، سأبدأ باللون الوردي. إنها تضع المكياج وتضيف الألوان إلى وجهها. هذا اللون جميل جداً. هاي، أريد فعل ذلك أيضاً. ها، ما هذا طنين؟ ها، ما رأيك في هذا؟ سأقفز فوق هذا وهذا أيضاً. ها؟ اذهبي من هنا. لا أصدق، يكفي، حان الوقت لتنفيذ سحري. خذي هذا وهذا. حسناً، لنرى. وجهي، ماذا حدث لوجهي؟ هذا ما تستحقينه على أي حال، لأنك ضربتني. لا، يجب أن تصلحي هذا، أرجوك. سأفعل ما تريدين. أريد لوحة المكياج هذه. حسناً، أعتقد خطرت لي فكرة. حان الوقت لاستخدام القليل من طين البوليمر. هكذا، سأصنع نسخة مصغرة لهذه اللوحة. والآن سأستعين بأداة رائعة لكشط القليل من المسحوق من لوحتي، ثم سأضعه هنا في هذه القبعة. سأضيف اللون الأصفر هنا أيضاً. والآن سأضع قطعة أخرى من الصلصال كغطاء للوحة. حان الوقت لاستخدام بعض الطلاء كي لا تكون بلون أبيض ممل. سأستخدم لون اللافندر الجميل، إنه يعجبني حقا. ثم أستخدم اللون الأرجواني، أحاول أن تكون شبيهة بلوحتي قدر الإمكان. هكذا، لمسة أخيرة وستكون اللوحة جاهزة. ترى، لوحتان متماثلتان، واحدة لي وواحدة للجنية. تفضلي، لقد صنعت هذه لك. رائع، إنها تعجبني بشدة. يمكنني الآن وضع المكياج على وجهي. حسنا، هل يمكنك إصلاح وجهي الآن؟ أرجوك. طبعا طبعا، الاتفاق اتفاق. هيا، أيتها القوى السحرية، جاهز. يا إلهي، إنه أجمل من ذي قبل. شكرا لك، أنت رائعة حقا. طبعا طبعا، أحب هذه الألوان البراقة، إنها جميلة. أجل، أجل، سأدمر هذا المستوى بالتأكيد. هل يوجد مكان لي هنا؟ يوجد كرسي شاغر، سأحشر نفسي هنا فحسب. أخيرا، استغرقت وقتا طويلا لأصل إلى هنا، لكن كل شيء جاهز الآن وقد حان الوقت للبدء. من الأفضل أن أتمدد وأستعد للانطلاق. غضب هارم، سأتغلب على هذه اللعبة وسأحقق الرقم القياسي في سرعة الركض بالتأكيد. ماذا؟ هل تظنون أن بإمكانكم إلقاء شخصياتكم غير القابلة للعب علي؟ ماذا يحدث؟ يا إلهي، لقد فوتت تحقيق الرقم القياسي في سرعة الركض. ماذا؟ لوحة مفاتيحي، ماذا حدث لها؟ أزرار المفاتيح في كل مكان، لقد أتلفتها تماما. فانظروا إلى حرف W هذا. حسنا، علي التخلص منه. أحتاج إلى فعل شيء مختلف لإصلاح هذه المشكلة. والآن حان الوقت لإضافة بعض الإيبوكسي. لا أود الإفراط في ملئه. ها أنا ذا، ملأتها كلها وتركتها لتجف. والآن يمكنني إخراجها. انظروا كم هي ظريفة. والآن يمكنني وضعها في لوحة مفاتيحي. حسنا، يراودني شعور جيد إزاء لوحة مفاتيحي الجديدة واللطيفة. حان وقت العودة لتحقيق الرقم القياسي في سرعة الركض. غضب عارم، هيا، يمكنك فعلها. ارفعي بشكل أقوى، أسرع. مهلا، لقد فعلتها، لقد حققت الرقم القياسي. حسنا حسنا، أحسنت. إليك جولة تصفيق. مرحبا، ما هذا؟ كيف أمكن لهذا الدخول إلى هنا؟ انظري،
إنه غزال جميل. انظري إلى ذلك الشيء يا جينيفر، هذا مدهش حقا. ها؟ هل هو قائم؟ لنبدأ العمل. ها؟ علينا البدء برسم الخطوط الصحيحة. هذه الزوايا صعبة. هذا ميؤوس منه. أحتاج إلى شيء أكثر دقة. وجدتها. الآن يمكنني الحصول على مقاسات ممتازة. سأعود بعد قليل. إلى أين تذهبين؟ لا يهم، حان الوقت لأقترب كثيراً. آها، يبدو ذلك جيداً. هذا جميل. الآن أعلم ما علي فعله. سأستخدم لوحة رسم. ابدأ دائماً بطلاء أسود. هل نفد بالفعل؟ هذا سخيف. جينيفر، لقد أفسدت لوحتي بالكامل. هذا آخر ما يقلقني الآن. يا للهول، انظري إلى هذه الفوضى. أعتقد أن علي البدء من جديد. إلا إذا تمكنت من استخدام هذه التقنية لصالحي. أتعتقدون أن هذا يبدو داكناً جداً؟ لن يطول ذلك كثيراً. فقط لطخوا اللوحة بالطلاء. والآن ارفعوا هذه الطبقة، ثم اعملوا على المساحة بالأعلى. استخدام لونين أفضل من استخدام لون واحد دائماً. رائع، أليس كذلك؟ والآن لنحضر السلاح الكبير. استخدموا الفرشاة لسحب الألوان سريعاً إلى الخارج. هذا يعطي تأثيراً رائعاً. أرأيتم؟ كدت أنتهي. مرروا الفرشاة على الأشجار أيضاً. حتى فرشاة الأسنان يمكنها صنع السحر. عدة نثرات متقنة هي كل ما أحتاج إليه. رائع. والآن انزعوا الطبقة الأولى هنا، وسيصبح لديكم مشهداً ليلي من الغابة. أليس هذا ساحراً؟ انظروا إلى لوحتي أيضاً. كيف فعلت ذلك كله؟ حسناً، الفائزة معروفة في هذه الجولة. أحسنت يا ويندي. علي العمل على تقنيتي في استخدام الفرشاة. لمسات فرشاة أقوى. هيا. لا يهم. حسناً، ليس هذا المساء جميلاً؟ مهلاً، انظر، فنانتان حقيقيتان. مرحباً، أليس ألطف ثنائياً على الإطلاق؟ إذا كنت تحبين هذه الأمور بالغة العاطفية. أحبك كثيراً يا عزيزي. أشعر بإلهام. أود بث هذا الحب على الورقة. هكذا. ألا يمكن أن تكون هذه الموضوعات أقل مللاً؟ أفضل الرسم من خيالي. نقاط متفرقة من الألوان. بهذه الطريقة ستختلط الألوان، ويمكنكم الاستمتاع برسم الخطوط. ها هو اللون يختلط. هكذا كدت أنهي النقاط. والآن سأكور قطعة ورق قصدير وأستخدمها لتلطيخ الطلاء الرطب. هذا يمنحه قواماً جميلاً. أرأيتم ما أعني؟ ثم استخدموا الفرشاة للتنظيف قليلاً. كيف يمكن أن يكون هناك مشهد خارجي من دون أشجار؟ حاولوا أن تستخدموا أيديكم بخفة فحسب. والمزيد من التلطيخ. هاك، ألا يبدو هذا مدهشاً؟ لكن ما زال لدينا المزيد لنفعله. خلط الألوان يجعلها تبدو أقل حدة، لكن يمكنها الاستفادة من مزيد من التحسين. انظروا، هناك حبيبان هنا. ليس هدف تركيزنا فحسب. جميل، الآن حان وقت إضافة بعض المطر، لأنه لطالما كان هذا رومانسياً جداً. تدا! هل هذه شعرية بما يكفي؟ لوحتي شعرية بالتأكيد. ماذا عن لوحتك؟ ربما تصبح أفضل. هل أعجبتك؟ يا للروعة، تستحق العرض في متحف. حقاً، أعتقد أن هذا يجعلني الفائزة. أحسنت يا جين. تعالي إلى هنا. رجاءً، أعتقد أن بإمكانكما أخذها. هذا نحن يا حبيبي. تشاو. ما التالي؟ على الأقل كل أدواتي جاهزة. لا يهم ما تقولينه. عجل. ها؟ من هذا؟ واو، رائع، لنفعل ذلك. وأتاني الإلهام فجأة.
الوجوه التعبيرية تعني الاستمتاع برسم الأشكال. ارسم دائرة ببراعة. أها، يمكنني الاستعانة بمساعدة إضافية. لا شيء يشبه وعاء طلاء جديد. أنت؟ ما الأمر؟ أنت لا تهتمين حتى، أليس كذلك؟ يا للهول، إنها مذهلة. شت. ها، هذا مثير. مهلا قليلا، سأفعل هذا بطريقة جديدة. إلى الداخل أيها الطلاء الأصفر. مدهش. الآن يبدأ المرح. املأوها. أو انظروا إليها وهي تمتلئ. أيمكنكم أن تخمنوا ما أصنعه؟ رمز تعبيري، أتذكرون؟ هذا مختلف بالتأكيد. يا ويندي، أهو اعتقدت أنك لن تسألي أبداً. لست متأكدة أن بإمكانها التفوق على ذلك. أعرف إنه مدهش. أتمنى لو كنت فكرت في ذلك. وقد صنعوا الطوف بالكامل من الزهور. هذا جنون، أليس كذلك؟ أجل. كيف حالكما أيتها السيدتان؟ ها؟ أوه، مرحبا بك. كنا نتحدث عن الزهور للتو. ألست مدهشان؟ ها، توقف. حسنا، سنرسمك. يا إلهي، لكن بماذا؟ ليس لدي فرشاة. لن تمانع ويندي، إن أخذت واحدة. هل ستمانع؟ هذه الفرشاة جميلة أيضا. جيد، الآن سأرسم الخط الأكثر سمكاً. مهلاً، هذه فرشاتي يا جينيفر. إنها ليست فرشاتك. كلا، انظري إلى ما جعلتني أفعله. أعتقد أن بإمكاني استخدام شيء مختلف. حسناً، هذا مختلف جداً. أولاً، أغمسوا قاع الزجاجة في الطلاء. والآن، استخدموها لرسم زهور صغيرة. هذا سهل جداً، أليس كذلك؟ عدة زهور أخرى، استدارة مثالية أيضاً. جربوها بعد ذلك بمزيد من الألوان. بدأت تبدو جميلة جداً. رأيتم؟ ليست سيئة. لا أعتقد أن بإمكاني إصلاح ذلك. انتهت لوحتي لتكون جميلة جداً. هذا ليس عدلاً. على الأقل بذلت قصارى جهدك. أهذه لي؟ شكراً جزيلاً لك يا جينيفر. الطلاء يلطخ يديك، يمكنك معانقتي لاحقاً. مرحباً، ماذا يحدث هناك؟ يلا الروعة، هل نفعل ذلك؟ 1، 2، 3. يلا الروعة، ماذا علي أن أفعل بهذا؟ هو سأشتري ما أحتاج إليه فحسب. ها؟ ما هذا؟ ليست معدات رسم، هذا مؤكد. ما الموجود في هذه على كل حال؟ مهلا قليلا، راودتني فكرة. سأقص أطراف الأكياس فحسب. سينتج عن ذلك بعض التدفق. بقي واحد. دعوا الطلاء ينسكب. أوه أجل، انظروا إلى كل هذه الألوان. والآن دعوا الجاذبية تؤدي عملها. مشاهدة ذلك ممتعة، أليس كذلك؟ إضافة صغيرة للون الأبيض ستحدث تأثيراً ممتعاً. سأنثره قليلاً. هذا رائع جداً، انظروا إلى ذلك فحسب. انتهيت تماماً، هل تعجبك؟ هذا غريب جداً، أليس كذلك؟ بالتأكيد، لكن انظري إلى ذلك. كيف حصلت على هذا القوام؟ لقد فزت مجدداً. 1، 2، 3. و حصلنا على الصدفة الزرقاء. أوه، كم أعشق القطط. أبرا كدابرا. أوف، هيا. أخيرا، كيف فعلت ذلك؟ ماذا يوجد داخلها؟ قرش ذهبي؟ إنه دورك. سأدخل كلتا يدي. أظن أني أمسكت بشيء. أوه، إنها قطة حقيقية. أوه، يا لجمالها. ما اسمها يا ترى؟ سأسميها مارشميلو. اسم
جميل، لماذا حصلت على هذا القرش؟ وجدتها، سأستخدمه لرسم قطة. كل ما أحتاجه نصف دائرة مستديرة والباقي سهل. بدأت الرسمة تتضح، بضع أشكال مختلفة خلقت رسمة مذهلة، وبعض الألوان طبعاً. سأضيف بضع لمسات نهائية والرسمة جاهزة. شكراً على القرش. أوه يا قطتي العزيزة، مارشميلو، لم ترسم أي شيء. انشغلت مع القطة. شاركاني رسمتيكما للقطط. هذا الموقف محرج. كم أبدعت في هذه الرسمة. مياو. إنها رائعة. شكراً. لم ترسم أي شيء يا براين؟ هابرا كدابرا. ماذا؟ مارشميلو؟ حان وقت جولة جديدة. أين ستقف يا ترى؟ الصدفة البرتقالية؟ إنها جولة مفاجئة. لم أفهم. اختاريني، أعرف الإجابة. صنارة صيد؟ كلا. لحظة، عرفت الإجابة. نعم يا براين. سيارة، صحيح؟ كلا، ليست سيارة. يونيكورن. أوه، ها، يمكنني رسمه. لدي الكثير من اليونيكورن. أعشق اليونيكورن. فقدت هذه الفتاة صوابها. أليست رائعة؟ الآن بدأ العد. ليس من الصعب رسم اليونيكورن. الألوان الزاهية جزء رئيسي في رسمه. لا تجف الأقلام الخطاط على البلاستيك، لذا سأستخدم عدة ألوان بهذا الشكل. وأضع القليل من الماء حتى تتداخل الألوان مع بعض. سأضع ورقة أخرى فوقها للحصول على تأثير تاي داي جميل. أياً كانت رسمتك، ستبدو سحرية فوق هذه الألوان. سألونها بلون أسود. أترى كيف برزت وسط الألوان المختلفة؟ ألا تبدو رائعة؟ هل انتهى الوقت؟ رسمتي جاهزة. ما أجمل هذه الرسمة، لقد أعجبتني. ماذا عن رسمتك؟ لم ترسمي أي شيء يا ماديسون؟ هل تريدين واحداً منهم؟ كلا، شكراً. تمام، كما تريدين. لا أحب رؤيتها حزينة. خذي، هل تريدين رسمتي؟ لا يمكن لأحد الاكتفاء من اليونيكورن أبداً. أوه، هذا لطيف. مستعدان للجولة التالية؟ تعني الصدفة الوردية؟ نسراً. لم أنتهي بعد. ماذا؟ هل يعني هذا الرمز شيئاً؟ هل هو رمز سري؟ سأجرب شيئاً معه. هذا محير. ماذا سأكل على الغداء؟ يبدو أنها تعرف ما تفعل. تؤلمني يدي. وجدتها. سأرسم النسر من هذه النقاط. سألونه الآن. سأسرع في هذه الخطوة. يعجبني، والرسمة جاهزة. هل انتهيت؟ أو في الوقت المناسب. انظري، إنها مبهرة. أو شكراً. اتبعت نمطاً حراً في رسمتي، كما أنها براقة. هل أعجبتك؟ يبدو مثل حورية بحر. طيب. استعدا للجولة التالية لنرى. الصدفة البنفسجية، ويعني هذا قرداً. واو، مستعدان؟ إنها تريد قرداً؟ أوه، آه،
هذا مضحك. أو لا لا، لا تتصرف كقرد بل ارسم. ماذا تفعل؟ ماديسون، هل يمكنك مساعدتي؟ طيب دعني أرى. رسم القرد عملية سهلة. ألا يبدو ظريفاً؟ أكاد أسمع صوته. واو، أنت الأفضل. حان وقت رسمتي. بقيت دقيقة واحدة فقط. هل وقتك السيف يا ماديسون؟ رسمتها بنفسي، أليست جميلة؟ وهذه رسمتي. تبدوان متشابهتين كما لو كان قد رسمهما شخص واحد. هذا غريب. إنها رسمتي. أوه حقاً؟ طيب يمكنك استعادتها. إنها رسمتي. أنا فخورة بك. سنبدأ جولة جديدة الآن. على أتم استعداد، تعني الصدفة الصفراء مربعاً. بالتوفيق. أظن أنه يمكنني ابتكار شيء. هذا سهل، رسمت المربعات أيام الروضة. واو، إنها ترسم شكلاً هندسياً. لا أحتاج إلى هذه المسطرة. هذا أفضل. ستعجبهم. أو شكل الوقت على الانتهاء. مربع. هل هذا مربع أصلاً؟ إنه شيء ما. مربع. شكراً على الإضافة. أسكخوات. هل تراه الآن؟ واو، هل هذا سحر؟ فكرة عبقرية. أوه، لم أطوي مربعي بعد. هل ترينه الآن؟ لا بأس يا براين. أوه، مربع غبي. أريني الطريقة. إنها سهلة. انظر بتمعن. أوصل الخطوط التي رسمتها. هل بدأ الشكل يتضح الآن؟ واو، لديكما حس فني إبداعي. شكراً على المشاركة. واو، هل يمكنك تصديق ذلك؟ يجب أن نخبر الجميع. يجب أن نخبر الجميع. هل هذا صندوق براين؟ لا يمكنني التوقف عن التحديق به. هل تظن هذا قد يجعل الأشياء العادية أروع بكثير؟ لمسة لون بالتأكيد، وباستخدام الطلاء الصحيح يمكن إنتاج تحف فنية حقيقية. من يدري، ربما يمكنك رسم الموناليزا المرة القادمة، أو على الأقل حافظة حاسوب محمول رائعة المظهر. هل أنت مستعد لتقمص شخصية الفنان؟ مرحبا، ما هذا؟ كيف أمكن لهذا الدخول إلى هنا؟ انظري، إنه غزال جميل. انظري إلى ذلك الشيء يا جينيفر. هذا مدهش حقاً. ها؟ هل هو قائم؟ لنبدأ العمل. ها؟ علينا البدء برسم الخطوط الصحيحة. هذه الزوايا صعبة. هذا ميؤوس منه. أحتاج إلى شيء أكثر دقة. وجدتها. الآن يمكنني الحصول على مقاسات ممتازة. سأعود بعد قليل. إلى أين تذهبين؟ لا يهم، حان الوقت لأقترب كثيراً. آها، يبدو ذلك جيداً. هذا جميل. الآن أعلم ما علي فعله. سأستخدم لوحة رسم. ابدأ دائماً بطلاء أسود. هل نفذ بالفعل؟ هذا سخيف. جينيفر، لقد أفسدت لوحتي بالكامل. هذا آخر ما يقلقني الآن. يا للهول، انظري إلى هذه الفوضى. أعتقد أن علي البدء من جديد.
إلا إذا تمكنت من استخدام هذه التقنية لصالحي. أتعتقدون أن هذا يبدو داكناً جداً؟ لن يطول ذلك كثيراً، فقط لطخوا اللوحة بالطلاء. والآن ارفعوا هذه الطبقة ثم اعملوا على المساحة بالأعلى. استخدام لونين أفضل من استخدام لون واحد دائماً. رائع، أليس كذلك؟ والآن لنحضر السلاح الكبير. استخدموا الفرشاة لسحب الألوان سريعاً إلى الخارج. هذا يعطي تأثيراً رائعاً. رأيتم؟ كدت أنتهي. مرروا الفرشاة على الأشجار أيضاً. حتى فرشاة الأسنان يمكنها صنع السحر. عدة نثرات متقنة هي كل ما أحتاج إليه. رائع. والآن انزعوا الطبقة الأولى هنا، وسيصبح لديكم مشهداً ليلي من الغابة. أليس هذا ساحراً؟ انظروا إلى لوحتي أيضاً. كيف فعلت ذلك كله؟ حسناً، الفائزة معروفة في هذه الجولة. أحسنت يا ويندي. علي العمل على تقنيتي في استخدام الفرشاة. لمسات فرشاة أقوى؟ هيا. لا يهم. حسناً، أليس هذا المساء جميلاً؟ مهلاً، انظر، فنانتان حقيقيتان. مرحباً، أليس ألطف ثنائياً على الإطلاق؟ إذا كنت تحبين هذه الأمور بالغة العاطفية. أحبك كثيراً يا عزيزي، أشعر بإلهام. أود بث هذا الحب على الورقة. هكذا. ألا يمكن أن تكون هذه الموضوعات أقل مللاً؟ أفضل الرسم من خيالي. نقاط متفرقة من الألوان. بهذه الطريقة ستختلط الألوان، ويمكنكم الاستمتاع برسم الخطوط. ها هو اللون يختلط. هكذا كدت أنهي النقاط. والآن سأكور قطعة ورق قصدير وأستخدمها لتلطيخ الطلاء الرطب. هذا يمنحه قواماً جميلاً. أرأيتم ما أعني؟ ثم استخدموا الفرشاة للتنظيف قليلاً. كيف يمكن أن يكون هناك مشهد خارجي من دون أشجار؟ حاولوا أن تستخدموا أيديكم بخفة فحسب. والمزيد من التلطيخ. هاك، ألا يبدو هذا مدهشاً؟ لكن ما زال لدينا المزيد لنفعله. خلط الألوان يجعلها تبدو أقل حدة، لكن يمكنها الاستفادة من مزيد من التحسين. انظروا، هناك حبيبان هنا، ليس هدف تركيزنا فحسب. جميل، الآن حان وقت إضافة بعض المطر، لأنه لطالما كان هذا رومانسياً جداً. تدا! هل هذه شعرية بما يكفي؟ لوحتي شعرية بالتأكيد. ماذا عن لوحتك؟ ربما تصبح أفضل. هل أعجبتك؟ يا للروعة، تستحق العرض في متحف. حقاً، أعتقد أن هذا يجعلني الفائزة. أحسنت يا جين، تعالي إلى هنا. رجاءً، أعتقد أن بإمكانكما أخذها. هذا نحن يا حبيبي. تشاو. فيلم مخيف، ها؟ آسفة بشأن هذا. سأعود فوراً. أجل، إنها معجبة بي تماماً. تزداد الأمور إثارة في الخارج. أهلاً، أين قرطاي؟ أود أنني نسيت ارتداءهما. ها هما، هكذا أبدو أفضل كثيراً. كلا، قرطي. أود أن هذه مزحة. هل سأفعل هذا حقاً؟ يا إلهي، هذا ليس قرطي. مهلاً، هل هذا هو؟ ماذا؟ هيا. مرحباً. ما الخطب؟ هل أنا السبب؟ كلا. ماذا؟ أخبريني. لقد فقدت قرطي المفضل. هل ترى؟ هل تريدين فشار؟ كلا، على الأقل حاولت. مهلاً، ربما يمكنني استخدام هذا. هل لديكم بذور فشار ملون؟ علقوها في خطاف قرط، ينبغي أن يناسبها الخطاف بسهولة. هل ترون؟ لقد نجح الأمر. تدا! ماذا؟
إنه لك. واو، إنه جميل وخفيف أيضاً. أنت ألطف رجل، أنت تستحق قبلة. ارحلوا من هنا. في ظل المكنسات الكهربائية سيد بروكلي. ها؟ ماذا؟ ها؟ لقد كنت أحلم. كم الساعة الآن يا ترى؟ من الأفضل أن أتحقق من هاتفي. ها؟ هاتفي، لا، سقط على الأرض بقوة. لا 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 لا، لقد كسر. يا إلهي، هذا أسوأ شيء في حياتي. يا له من كابوس. ماذا حدث؟ أين أنا؟ حسنا، هاتفي. هاي، أنا مستلق أرضا حيث سقط، أتذكر؟ مرحبا. أوه، كابوس. يا إلهي، كابوس آخر. يا إلهي، ماذا؟ هاتفي. عاد هاتفي إلى مكانه الطبيعي وليس على الأرض، لكنني خائف الآن، لن أسمح بحدوث هذا أبدا. أعرف ما يمكنني استخدامه، سأحضر قلم طباعتي ثلاثية الأبعاد وأصنع شيئا. سأستخدم الحبر الأرجواني لأني أحبه وأبدأ بتلوين حافظات الهاتف. سأصنع نمطا متعرجا في الأعلى ثم أنخفض للأسفل، ثم نمط متعرج آخر. سأملأ المساحة كلها بحبر طباعتي ثلاثية الأبعاد. حسنا، انتهيت من الجزء العلوي الآن، وسأنتقل إلى الجوانب فأتأكد من أنها مغطاة جيدا. هكذا غطيت حافظات الهاتف جيدا. أوه لا، لقد سقطت مني. أوه لا تقلق، لم أكسر أبدا. يا إلهي، كنت قلقا، لكن الحافظة الجديدة كانت ناجحة فعلا. حسنا، سأعود إلى النوم. هيا انطلق. تبا لقد أخطأت. ها أنا، دعيني أجرب. لقد أخطأت أيضا. علي التصويب فحسب، لا ينبغي أن يكون التصويب صعبا. ما هذا؟ انظري إلى ما يفعله، إنه يرسم شيئا على تلك اللوحة الفنية. هذا ليس جيدا. يا للهول، وصلت المعلمة. ماذا يحدث هنا؟ ماذا حدث للوحة الفنية؟ طفح الكيل، فلتنطلق ويا الفنية. محال، انظري إلى حالنا. مهلا، أهذا طلاء شفاء؟ آسفة على ذلك، يمكنني إصلاح ذلك. هاكما، هذا أفضل بكثير. حسنا، نحن مستعدين لخوض تحدي رسم. سألف العجلة لنرى ما ستواجهانه. ها نحن، كم هذا جميل. قلب، حان وقت رسم الحب. أحب رسم القلوب ورموز الحب. أعرف ما سأفعله، سأبدأ بكلمة حب، love. يا للروعة، كان ذلك يوما مدهشا، كانت جميلة جدا في ذلك المرج. حسناً، والآن لإضافة السحر على هذه الصورة، سأضيف قلباً صغيراً ثم أحول هذا الحرف إلى فتاة، وأحول هذا الحرف إلى قلب آخر، وقد يصبح هذا الحرف حبيبها. هذا لطيف جداً، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الألوان. ينبغي أن يكون القلب باللون الوردي. جيد، ولابد أن يطابقه القلب الصغير هنا أيضاً. حسناً، والآن سأضيف الألوان الأخرى. فستان بنفسجي. يا للروعة، هذا يتحول إلى شيء مميز. حان وقت تغيير الألوان، سأجعل الشعر أصفر لكليهما، إنهما متطابقان، وأعتقد أنه يرتدي قبعة زرقاء. والآن سألون قميصه بالأخضر. كلا، أحبك أكثر. هذه الألوان الخشبية ستساعدني على توضيح ملامحهما. انتهيت. حسنا يا طلاب، أروني لوحاتي رجاء. ماذا؟ يا للهول، أبقي العلكة في فمك رجاء. ماذا تفعل؟ انتظري، هذا عملي الفني، أؤكد لك. أحتاج إلى لحظة أخرى فحسب، كدت أنتهي. انتهيت. ها هو عملي الفني يعني الحب. كيف فعلت ذلك؟ مذهل. يا للروعة، هذا مدهش، ستحصل على درجة عالية. أنا متحمسة للرؤية التالي. حسنا، ها هي العجلة تدور. ها نحن، توقفت عند طائر الفلامينغو. لا يسمح بالكثير من الإبداع، ماذا ستفعلان؟ الفلامينغو، لا أعتقد أني سبق لي رؤية إحداها في حياتي. هذه مسحة، لا أمل في كسب هذا التحدي. ماذا سأفعل؟ إنها وردية اللون، أليس كذلك؟ أعتقد ذلك. كلا، هذه الفكرة لن تنجح. أوف، لا يمكنني تحمل هذا، لا أعرف ماذا سأفعل. مهلا، ما هذا الذي على يدي؟ أهذا طلاء؟ يا للهول، أصبح طلاء الوردي يلطخ يدي أيضا. مهلا، انتظروا قليلا، خاطرت لي فكرة لأرى ما سيحدث إذا بدأت ببصمة يد. هذا لطيف جدا ويمنحني فكرة أخرى.
سأبدأ بتحديد يدي، والآن لتعديل هذا الإطار الخارجي سأرسم العين والمنقار. سألون المنقار أولاً بما أنه أسود، وسأوزع اللون الوردي على الشكل كله، الكثير من الوردي. سأواصل التحرك باللون، الكثير من الوردي فعلاً، لكنني كدت أنتهي. ها هو قلم تحديد وردي سأحتاج إليه، والآن سأحول رسمة يدي إلى طائر استوائي. ها هو المنقار الأسود، حان وقت رسم العينين والساقين. ها هما الساقان نحيلتان باللون الأصفر، وقد انتهيت. حسناً يا طلاب، أروني لوحات الفلامينغو التي أنهيتموها. ها هي لوحتي عن الفلامينغو، وها هي لوحتي أيضاً يا سيدتي كما طلبت تماماً. أرى أن لدينا لوحة للجسد كله ومنظر جانبي للرأس. أبليتما بلاءً رائعاً. صحيح، يدك ملطخة بالطلاء. أجل، أعتذر عن ذلك. ماذا تعتقدين أعدت لنا؟ حسناً، هل أنتما مستعدان؟ يبدو أن اختياركما هذه المرة هو ولد. أنا متحمسة لرؤية ما ستنتجانه. خاب أملي لأكون صادقاً. يا للهول، انتهت التسالي، وهذا شيء يستحق أن أحزن عليه. حسناً، ماذا سأفعل الآن؟ انتظروا قليلاً، أصبح طبقي فارغاً الآن. أجل، سينجح ذلك، لدي خطط رائعة. ماذا تفعل بهذا الطبق وقلم التحديد؟ لا أفهم لماذا ترسم على الطبق هكذا. لا تقلقي بشأني، أعرف ما أفعله. سأنهي رسم رجل العصا الصغير على هذا الطبق. يا للهول، ماذا علي أن أرسم لأجل ذلك؟ سأجرب كتابة الكلمة مجدداً، يبدو أن ذلك ينجح معي. حسناً، ها نحن، كلمة ولد بوي، وسأحولها. سأمنحه نظارة وشعراً، يبدو جيداً. لن أنسى الأذنين والذقن والأنف والفم. حسناً، أنهيت رسم رجل العصا. أعتقد أنه بحاجة إلى بالون أيضاً. ها هو، ويحتاج إلى خيط حتى لا يطير البالون. شيء ما عالق في أسناني، هذا كريه. هذا لا يفيد، ربما سيساعدني مشروب. هذا أفضل على ما أعتقد. أعتقد أنك بحاجة إلى شعر برتقالي، بقي القليل وسأنتهي من الشعر. حسناً، أتريد قميصاً أخضر؟ بالتأكيد، انتهيت. كلا، سكبت الماء على فتاي. إنه يغرق، علي فعل شيء لإنقاذه. كلا كلا كلا، يا رجل العصا لا تهلع. مهلاً، شيء ما يحدث. شيء يحدث لرجل العصا. أنتم محقون، لن يغرق لأنه يطفو. إنه لطيف جداً، لقد أحببته. أبليت بلاءً حسناً. هل فزت في هذا التحدي؟ محال، هذا مذهل. حسناً، لننوف العجلة مجدداً. هل تنظر إلى ذلك؟ هذه المرة الاختيار هو الكلب. أعلم ما سأفعل، إنه في قبعتي. ماذا؟ أهذه دجاجة مططية؟ من أين أتت؟ أعرف أنه هنا في مكان ما. مهلاً، هل هذا ما أحتاج إليه؟ كلا، لم أعد ألعب كثيراً هذه الأيام. هيا، هذه القبعة ليست كبيرة جداً. هل هذا ربع دولار؟ هل هذا ما كنت تبحث عنه؟ هناك عملة أخرى لي أيضاً، لن تمانع إن أخذتها. من كان يعلم أن بإمكان قبعتي ضم كل هذه الأشياء؟ حسناً، أحتاج إلى هذا القلم. لا أفهم، ماذا ستفعل بهذه العملة المعدنية؟ سأستخدمها لرسم خطوط لأتبعها، أحتاج إلى عدة دوائر. لا أفهم، مهلاً، أعلم ما علي فعله. آمل أنكما تعملان بجد. أحتاج إلى ارتداء القلنسوة على رأسي، سأعود بعد قليل. مرحباً، ماذا لو أعطيتك تلك مقابل أن تعيريني كلبك؟ شكراً لك يا إلهي، إنه لطيف ومطيع. اسمي باتريك. ابتسم لألتقط لك عدة صور. أنت ظريف جداً، يمكنك أن تكون عارضاً. تفضلي، شكراً جزيلاً لك. سألون الشكل البيضاوي كله ما عدا هذه الدائرة الصغيرة. أضفت هذه الخطوط الصغيرة والنقاط، والآن سأرسم رأسه وعينيه. بدأ شكله يتضح. لا يمكن أن أنسى أذني، يحتاج الكلب إلى أذنين وجسد أيضاً. وأخيراً الذيل، والآن سألونه. أعتقد أن أذنيه ستكون بنية، وقدميه ووجنتيه. قد انتهيت. عدت ولم يلحظ أحد غيابي. سأنهي لوحتي هنا. أيتها المعلمة، لقد انتهيت. هذه صورتي عن الكلب، وأنا أيضاً انتهيت. يا إلهي، انظروا إلى هذا الوجه اللطيف الملائكي، لقد فزت. لم ترسمي حتى. نحن مستعدان للتحدي التالي. أحب الرقص، يبدو أنكما سترسمان راقصة باليه. مهلا، ماذا؟ كيف يفترض أن نرسمها؟ لا تنظري إلي، لم أرى عرض باليه قط. مهلا، أعرف، سأحتاج هذه الورقة، يمكنني طيها إلى نصفين هكذا.
ماذا تفعل؟ هل هذا فان أوريغامي؟ إنه مرتب للغاية. أعرف، لكن عليكم الحرص على طي الورقة بشكل صحيح. بدأت بطي الورقة نحو المنتصف هكذا، ثم الناحية الأخرى سأفتحها وأطوي الأطراف. جيد، يحتاج الطرف السفلي إلى أن يطوى للأعلى على الجانبين. أجل، هذا يسير بشكل جيد حتى الآن. أحب طي الورق. وتطوى هذه الجوانب المدببة نحو الأسفل، وكذلك هذه الجوانب. باقي القليل فقط. أوشكت على الانتهاء، علي طي هذه الجوانب. ها أنا انتهيت. صنعت مركبا صغيرا من قطعة ورق. ما رأيك؟ هل يعجبك؟ ها هما شراعان ورقيان لمركبي. لكن ما علاقة ذلك بالرقص؟ لأن المركب يرقص فوق الأمواج بينما يبحر. أهلاً، ماذا؟ أهذا ما ستقدمه حقاً؟ لن يفلح ذلك. إنها محقة. أرأيت؟ الرسمة عن راقصة بلي وليس مركب. حسناً، لا بأس، لكنني أعتقد أن بإمكاني فعل شيء بالأوريغامي. هل تصنع مركباً آخر؟ لأن هذا لن يفلح مجدداً. كلا، ليس مركباً آخر. صنعت يونيكورن هذه المرة. أيها اليونيكورن، أنت مذهل. رغم ذلك لن يحتسب. حسناً، أنت محقة، لكني سأنجح. المحاولة الثالثة ستكون ناجحة. سأستخدم لولين من الورق هذه المرة، سيساعدني ذلك بالتأكيد. ماذا تفعل؟ يا للروعة، هذا صعب. كيف تفعل ذلك؟ إنك سريع جدا، تصعب علي متابعتك. أجل، لقد انتهيت. صنعت زهرة جميلة من أجلك. إنها جميلة جدا، لا أصدق أنك صنعتها من أجلي. لكن ماذا سأفعل الآن؟ أعرف، علي البدء بطي الورقة. سأستخدم حافة المسطرة للحصول على طيات محددة. هذا الجزء صعب قليلا، علي إخراج الطرف هكذا وعلى الجانب الآخر أيضا. سأرسم راقصة بالي لطيفة على الورقة. إنها لطيفة جدا. حسنا، علي رسمها على الأجزاء الأخرى أيضا، والتأكد من رسم رأسها ويدها هنا. ثم أفعل الشيء نفسه على الجانب الآخر أيضا. حالما أنتهي من ذلك، علي فعل شيء نفسه مع طيتي الساقين. أعتقد أني سألونها قليلا لأجعلها أجمل، لكن علي أن أتذكر تلوينها على كل طية ورق. وأعتقد أني سأنهي تلوينها بتنورة زرقاء. هذا ظريف. سألون بالأزرق هنا وبالأزرق هناك. أجل، انتهيت من عملي الفني. ها نحن ذا، دعوني أريكم كيف ترقص. إذا أمسكت بطيات الأوراق وطويتها للأعلى وللأسفل، يمكنني جعلها ترقص. انظروا إليها، إنها جميلة جدا. يا للعجب، يا للروعة، أبليت بلاء مذهلا. لقد فزت. أجل، علمت أني سأفعل. لكن يبدو أنها جريس. هي، تفضلي بالدخول. أهلا بك في منزلي. هل تعيشين هنا؟ هذا مقزز. حسناً، سأتجاهل ذلك. كنت أنسى، اشتريت صوراً جديداً. اشتريت واحداً لك عزيزتي. أنا لا أرتدي شيئاً إن لم يكن من الذهب. أترين؟ يجب أن أحافظ على سمعتي. أعني أنه لا يحتوي على أي ماس حتى. حسناً، لا عليك، لنذهب إلى المطبخ. ما رأيك؟ إنه صغير جداً. أو هل تريدين تناول مصاصة؟ أيهما ستختارين؟ تفضلي، هذه مصاصة. هذا محرج. هيا نجلس. أوكي. هذا المكان ليس فاخراً لكنه مريح. غرفة خادمي أجمل من هذا المكان. مهلا، لقد وجدتها. هل تريدين اللعب ببوبيت هذا؟ هل تسمين هذه بوبيت؟ انظري إلى هذا، لقد صنعها أبي خصيصاً لي. لما أزعج نفسي حتى؟ غالباً ما أطرح السؤال نفسه. هذا هو حمامي. لا أدري لما أفعل هذا. على اللحظة، أوحت لي قلادتك بفكرة. أعتقد أنها ستنجح. سأعود حالاً. أحضرت قالب مقعد مرحاض. لا تقلقوا، إنه نظيف. سأضع بداخله حبل أضواء، ثم أضيف بعض الرقائق الذهبية. سأوزعها لتضفي مظهراً جميلاً، ثم سأسكب الراتن الشفاف. يجب أن أغطي كل شيء. سأملأ القالب بالكامل، لن أتعجل. لا أريد أن أدمره الآن. عندما يصبح صلباً، سأخرجه من القالب. يبدو هذا رائعاً. لم يبقى سوى وضعه في مكان مناسب. تعالي لرؤية حمامي، أعتقد أنه سينال إعجابك. ألم يلفت انتباهك أي شيء؟ أشك أنه... مهلاً، هل هذا مقعد مرحاض ذهبي؟ مهلاً، هناك المزيد، إنه مضيء أيضاً. إنه رائع، أليس كذلك؟ برافو، إنه مدهش. كلا، ولا هذا، لن يجدي هذا أبداً. ولا هذا، هذا فظيع. كل الملابس في خزانتي فظيعة، إنها كارثة. ماذا يحدث هنا؟ أوف، ليس لدي شيء لارتدائه. عما تتحدثين؟ انظري لكل هذه الملابس. لكن لدي موعد مع جاك هذه الليلة. جاك؟ يا إلهي، ماذا سنفعل؟ حسناً، ربما يمكنني ارتداء هذه البلوزة، ما رأيك؟ أو ربما هذا الفستان الأحمر، أم أنه غير مناسب؟
لا أعتقد أنه زي الأفضل. مهلاً، أعتقد أنني قد خطرت لي فكرة عبقرية. نسيت أن لدي هذه البلوزة القصيرة. أوه، لكن ليس لدي مجوهرات تناسبها. مهلاً، أعرف ما عليك فعله. لم أفهم. أوه مهلاً أبي، أنت ذكي للغاية، لابد أن لدي شيء هنا. كلا، لا شيء هنا، خاب أملي. سيكون أسوأ موعد غرامي على الإطلاق، يجب أن ألغيه. حسناً، لابد أن هناك شيء يمكننا فعله. لا يمكنني الخروج دون أقراض، مستحيل. لا أعرف ماذا يمكنني. مهلاً، هذه الوسادة وقلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. عزيزتي، أظن أن هذا هو الحل. أوه يا إلهي، أعتقد أنك على حق. حسناً، سأرسم شريحة بطيخ صغيرة ثم أتتبعها. سأستخدم الحبر الأسود لتحديدها. سأحدد محيطها بالكامل ثم سأحدد الجزء الداخلي منها. حسناً، أعتقد أنها أصبحت أفضل الآن، لكني لم أنتهي بعد، لنواصل. سأملأها الآن بلون البطيخ الأحمر، ولن أنسى الحافة الحمراء أيضا. هكذا سألونها كلها، ثم ألون القشرة. الأخضر خيار رائع، هذا ممتع، لكن أحتاج إلى لون أخضر داك لهذا الجزء. ثم سأستخدم اللون الأسود لبذور البطيخ، القليل من النقاط على الجزء الأحمر. رائع، بذرة واحدة هنا أيضا. واو، انتهيت، رائع للغاية، أحببتها فعلا. سأصنع الآن القرط الثاني وأضيف إليه خطاف الأقراط. لا أصدق كم هي جميلة، أحببتها كثيرا. سأجرب ارتداءها، جميلة أليس كذلك؟ رائع. شكرا أبي، فكرتك ذكية جدا. حسنا، سأذهب للقاء جاك. حسنا، استمتعي برفقة جاك. والآن أين وسادتي؟ ها هي، هذا أفضل. مهلا، ما هذا؟ صورة؟ أوه، انظروا لهذا، إنها تقضي وقتا ممتعا، ما أجملها. حسنا أيها الطلاب، هل أنتم مستعدون؟ حان وقت الاختبار، تفضلي ورقتك. هاي، ما هذا؟ لقد نلت منك، تفضلي. بوب، وها هو اختبارك أيضا. هاي، ما هذا؟ يونغ، تبا هذه الدونة لي، لنرى. حسنا، أجل، أنا متأكدة أن هذه هي الإجابة الصحيحة. وعرفت إجابة هذا أيضا. حسنا، سأخذ نفسا عميقا، يمكنني فعلها. إنه مجرد اختبار. ربما لا يمكنني ذلك، أنا لا أفهم هذا أبدا. لا أصدق أنه تناول قدمة من الدونة بهذا الشكل. حسنا، لن أضيع هذا بالطبع. الآن سأوقع باسمي. انتهيت من اختبار آخر، وبالطبع سأتفوق فيه. يمكنني الآن الاسترخاء وقراءة هذا الكتاب. يا إلهي، لقد انتهت من حل الاختبار، كيف فعل ذلك؟ مهلا، ربما هذه هي الإجابة. لا، أنا غبية، لا يمكنني الإجابة عن أي من هذه بشكل صحيح. يا إلهي، الدونات هي الأفضل في العالم كله. الكثير من الكريمة، سأزيلها عن يدي. ماذا لو غششت من الفتاة التي في الخلف؟ ربما لديها الإجابات. لا، هذا ليس حلا أبدا، أنا بحاجة إلى غريس. غريس هنا. ماذا؟ أنت بحاجة إلى المساعدة. حسنا، أعطني ورقة الاختبار. رائع، شكرا جزيلا، تفضلي. تماما كما أردت. لا بأس، لا يهم. حسنا، إجابة خطأ، وهذه خطأ أيضا. لا أدري كيف حصلت على هذا الرقم، كل الإجابات خطأ. خذي، لقد انتهيت، يمكنك إعادتها. أجل، لن أرسم الآن، يجب أن أفعل شيئا لأعبر عن شكري لها. لنرى، لدي مشبك، ورق، ولديها دونات. حسنا، سيحتاج هذا المشروع إلى القليل من صلصال البوليمر. يمكنني استخدام القليل من الصلصال الأصفر، سأضغط بها على المشبك، والآن سأصنع فجوة في المنتصف بهذا الشكل، ثم أضيف إليها حجارة الزينة ليكون كل شيء براق، لكن هذا غير كاف، سأضيف المادة البراقة أيضا، ثم أسكبها فوق الدونات. جيد، سأنفخ عليها للتخلص من المادة الزائدة، وانتهيت، أصبح شكلها رائعا. هي النتيجة النهائية. أجل يا إلهي، حصلت على نتيجة ممتازة. ونتيجة أخرى ممتازة، تماما كما توقعت. سأتناول كل الفتات. ما هذا؟ هاي، هناك المزيد من الكريمة على الورقة. أجل، حسنا، حان الوقت لمفاجأة غريس، لأنها ساعدتني. يا إلهي، هل هذه لي؟ شكرا جزيلا، لطيفة جدا، سأستخدمها كإشارة مرجعية. هاي، توقفي على عقل الورقة، صنعت هذه لك. يا إلهي، تشبه الدونة الصغيرة، شكرا لك. يعجبني حقا الشكل الذي أصبحت عليه، لطيفة جدا، ما رأيك؟ واو، رائحة بسكويت الزنجبيل شهية حقا. هاي يا إلهي، ما أجملها. أحب عندما تهز شعرها بحركة بطيئة، كذلك لديها نظارة رائعة، أراهن أن نظرها 6/6. مرحبا، هل تريدين تناول بعض البسكويت؟ شكرا لك.
لذيذة. خذ تناول قطعة أيضا. حسنا، سيكون هذا مذهلا إن حدث. أين هذه الغرفة؟ حسنا، يجب أن نتحرك الآن. يمكنني عمل هذا، سيكون كل شيء على ما يرام. لا، أو لقد سقطت بقوة. ما هذا الشيء الذي سقطت عليه؟ أو قطعة بسكويت. أو واو، ما أجملها. في الواقع أوحت لي هذه بفكرة، سأستخدم هاتين القطاعتين لصنع شكل قلب هكذا، ثم سأملأ المركز. سأستخدم هذه الحقنة لأعمل بشكل مرتب ونظيف بهذا الشكل. سيجعلها ضوء الأشعة فوق البنفسجية تجف بسرعة، لكني أحتاج إلى القليل من المادة البراقة. هذه الأزهار والقلوب والنجوم جميلة حقا. والآن سأضع القطاعة الأخرى فوقها. ممتاز، صنعت لك سلسلة مفاتيح. واو، من أجلي أنا، لقد أحببتها فعلا. لا شيء أفضل من هذه الأرجوحات. أنا قادمة يا كلير. انظري كم أركض سريعا، لن يوقفني أحد الآن. شكرا لمشاهدتكم. هاتفي، من الأفضل أن يمسك به أحد. تمكنت منه، ها هو. كان ذلك وشيكا. كلا، من الأفضل ألا يكون مخدوشا. هل سمعت عن استخدام غطاء حماية من قبل؟ لكن شكله ممل. تفضيلات شخصية. أعلم، إن أردت غطاء حماية لطيفا للغاية، استخدم قلم الطباعة ثلاثي الأبعاد لصنع تصميم. أيمكنك تخمين ما أصنعه الآن؟ سأعطيك تلميحا، يحتوي على كثير من الألوان. من الجيد أن لدي كل الألوان هنا. والآن الأخضر، يتطلب هذا الكثير من الخطوط. وبعد الأخضر، أعتقد أنني سأمزجه بالأزرق الجميل. تفقد هذه الخطوط الجميلة. كدنا ننتهي، لكن كيف يمكن أن أنسى ضوء الشمس؟ سيبهج هذا أي شخص. وفور جفافه، ضعه على هاتفك. تفقدي غطاء حماية هاتفي، لم يعد مملاً بعد الآن، أليس كذلك؟ أنا فخورة بك، لنعود إلى العمل. ألم تتعلمي شيئاً يا كلير؟ نمت كثيراً. استيقظي، حان وقت ارتداء الملابس. جميل، لكنه ليس جميلاً بما يكفي. أحببت هذا أكثر. سأصفف شعري الآن. هذا غير مناسب. هذه التصفيفات ملائمة أكثر. أشعر أن شيئاً ما ينقصني. وجدتها، بعض الحلي. تحتاج كل فتاة إلى القليل من البريق في حياتها. كم هي جميلة، تناسب ملابسي تماماً. أتذكر ذاك اليوم عندما أهداني إياها أليكس. كان ذلك شعريا للغاية، إنه أفضل شاب عرفته، واحتفظت بها منذ ذلك اليوم. حسنا، أعتقد أنني جاهزة، حان وقت الخروج. هل هذا أليكس؟ إنه برفقة فتاة أخرى، ماذا يقول يا ترى؟ كان أفضل فيلم على الإطلاق. كنت أنسى، أحضرت شيئا لك، أغمضي عينيك. أحب المفاجآت. لمفاجأة ما تحب، ستحتاج إلى وعاء من الراتينج الإيبوكسي، ثم أضف إليه القليل من المادة البراقة. امزج الراتينج والمادة البراقة حتى يمتزجان جيدا. جميل، والآن أحضر قلبا بشكل قلب حي واسكب بداخله الراتينج الإيبوكسي. املأ القلب تماما وانتظر حتى يصبح صلبا، وعندما يصبح صلبا أزل القلب من القالب، ثم أرفق به سلسلة لتحصل على هدية تقدمها إلى الفتاة المحظوظة. حسنا، يمكنك فتحهما الآن. واو، هل هذه لي؟ لا، اسمحي لي. لكن ظننت أنني حبيبته. خذ، كيف فعلت هذا؟ تبدو كقلادتي. يمكنك الاحتفاظ بها. مرحبا، أعتقد أن شيريل غير مرتبطة. مرحبا شيريل. حسنا، حان وقت الفوز بهذه اللعبة. واو، خاسر، لا تتحداني. أبي غريب فعلا، إنه يصرخ دائما وهو يلعب على الحاسوب. يا جيد، مت. أريد أن أمضغ شيئا. ماذا عن هذا الشيء؟ هيا اهزمه. ماذا سأمضغ الآن؟ أذن القطة.
أنا على وشك هزيمة هذا الفتى، سأواصل اللعب بهذا المستوى. هم، ماذا أيضا؟ أوه، ماذا عن يدي؟ آخ، لا، خذ هذا، لقد فزت. سأنتقل الآن إلى مستوى آخر. جيد، سأضع نظارات الواقع الافتراضي. هل تعلمون ما لدي؟ سماعة رأس عملاقة، سأمضغها. أم نم 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 نم. أوه يا إلهي، انظروا إلى هناك، سماعات أبي الحقيقية، حتما هي الأفضل للمضغ، وتبدو شهية أيضا، سأخذها. يونك، حصلت على سماعة رأس حقيقية أيضا وليست عملاقة. واو، لقد فزت بهذه الجولة، أنا الأفضل. مهلا، أين سماعة رأس خاصتي؟ أعتقد أني تركتها في مكان ما هنا. مهلا ميكي. أو لا، لقد أمسك بي، يجب أن أمضغ بسرعة أكبر. ميكي، ماذا قلت لك بشأن هذا الأمر؟ أعطني إياها الآن وفورا. لا أصدق أنها ما زالت تحب مضغ الأشياء طوال الوقت. هل هذا سن؟ أو لا أبي، ما المشكلة؟ سماعة الرأس، أمسكت بها. أبي، أنت مضحك. هاي، هذه سني، يجب أن أعيده. هكذا عاد السن إلى فمي إلى حيث ينتمي. مضغ هذا شيء صعب، يجب أن أجد حلا لهذه المشكلة. سأجعلها أفضل باستخدام قلم الطباعة ثلاثية الأبعاد. يعجبني هذا اللون الأخضر، سأستخدمه، سأغطي به اللون الأبيض. ياي، اختفى مكان ثقب السن، لكني سأواصل، سأستخدم المزيد من اللون الأخضر. أوه، يبدو وحشا بلون واحد. مهلا، وجدتها، سأضيف إليها المزيد من الألوان كهذا اللون. ياي، أصبحت جميلة ولطيفة، أنا بلعة فعلا، إنها المفضلة لدي. كم هذه لطيفة. أبي، أبي، انظر إلى ما صنعت، انهض. ميكي، عزيزتي، لا، يريد والدك النوم. ماذا هناك؟ أترى؟ انظر ماذا فعلت بحافظة السماعات. أوه، واو، رائع، وانظري، إنها بلون أخضر مثل لون بلوزتي، نحن متطابقان، جميلة جدا، وتحمل السماعة أيضا. أوه ميكي، شكرا جزيلا يا صغيرتي، سأضعها هنا، يمكنها مراقبتي من هنا وأنا ألعب، ما رأيك؟ يا، ستساعدك. بالطبع، سأعود للعب الآن، موت. وأنا لدي حافظتين إضافيتين، يمكنني اللعب بهما، اسمي حمراء وأنا صفراء. والآن هذه الأقراط ذات طبع قديم وفريدة، لكنها ستبدو رائعة مع شكل وجهك. يا إلهي، حسناً، إذن أريد شراءها. حسناً، ها قد أتيت وأنا مستعدة لسرقة بعض الأشياء. أو لا، جهاز الإنذار هناك دخيل، لا يمكنني تحمل، أهربي. يبدو المكان آمناً، حان وقت التحرك. حسناً، أصغي إلي، ارفع الغطاء وسأخذ الأغراض. لا، لن يجدي هذا نفعاً، سنرفع الغطاء معاً. هل أنت مستعدة؟ هيا بنا. كم كان سهلاً، نجحنا. أوه ياه، والآن حان الوقت لنهب هذا المكان من كل بضائعه. أخذت هذا، جيد، وأخذت ذاك، ممتاز. هاي، لا تنسي الأشياء التي هناك، خذيها إن كانت حقيبتك تتسع. يا إلهي، ماذا حدث؟ تعرض المكان للسطو وأخذوا كل شيء. يبدو أجل، وبعض أغراض العرض أيضا، بما في ذلك أقراطي. مهلا، وجدتها، سأبدأ بوضع طبقات من طين البوليمر فوق بعضها البعض. أريد مجموعة من عدة ألوان. حسنا، سأستخدم هذا الكوب وأدحرجه على الصلصة. أريد أن يكون ذلك كاستخدام الشوبك، وأضغط على القطع معا. جيد، والآن لدي هذه الأداة الرائعة التي سأستخدمها في التقطيع. سأضعها بشكل خط مستقيم وأقطعها على شكل أشرطة. أنظر إلى ألوان قوس قزح جميلة، تعجبني بشدة، لكنني لم أنتهي بعد، سأعود لاستخدام الكوب للدحرجة. وتعلمون ما الذي يعني هذا؟ صحيح، المزيد من الدحرجة. سأستخدم في الخطوة التالية قطعة البسكويت، سأستخدم نجما صغيرا لتقطيع نجوم جميلة. هيا بنا، سأخذ هذا الآن. يا إلهي، نجوم صغيرة بألوان قوس قزح، أليست جميلة؟ سأضع الخطافات لأجعلها أقراطا، والآن أصبحت مستعدة لأرتديها. أوه، إنها تتدلى بالارتفاع المناسب تماما. أبس، يبدو أننا نسينا شيئا هنا، إن كنت لا تمانعين. أوه، رائعة، أراك لاحقا. لقد انتهيت من أعمال التنظيف. مرحبا جريس، انظري ماذا لدي؟ كنت أتمنى لو أن بإمكاننا مشاهدة النجوم. هيا، سيكون ذلك ممتعاً، إنها فكرة رائعة، أنا أحب علم الفلك. هيا بنا، أنا متحمسة جداً، من يدري، ربما نرى كائناً فضائياً. أو لا أعتقد أننا سنرى أي شيء. حسناً، إلا مجموعة من السحب. ألم تلقينا نظرة على توقعات الطقس؟ هذا مزعج جداً، لن أفهم
أفعل أبداً أي أشياء ممتعة. سحب غبية. عذراً جريس، لنعود إلى الداخل. انتظريني، ماذا سنفعل الآن؟ ليس لدي أي فكرة. أعتقد أنها ستكون ليلة مملة كغيرها. أهلاً، انظري إلى هذه الأضواء. أعتقد أنني عرفت ما سأفعله. حتماً ستعجبكم هذه الحرفة. أنا بحاجة أولاً إلى كرة صغيرة من صلصال التشكيل. سأبسطها على الأرض لتصبح مستوية. يشبه هذا تحضير المخبوزات. والآن أنا بحاجة إلى أداة لتقطيع البسكويت على شكل نجم. سأقطع نجماً من الصلصال، ثم أنزع الصلصال الزائد. هذا أسهل بكثير. ثم أزيل أداة تقطيع البسكويت بلطف. والآن أنا بحاجة إلى شفاطة. سأستخدمها لصنع ثقب في الصلصال. وسأصنع ثقباً آخر هنا. هذا ما أريده بالضبط. سأمرر خيط الأضواء من الثقبين وأفعل الشيء نفسه بالمزيد من النجوم حتى أحصل على سلسلة من الأضواء. ما رأيك؟ واو، إنه رائع. سأعلقه فوق المدفأة. إنه جميل جداً. بسرعة أضيء المصابيح، وكأننا نجلس تحت النجوم لكننا لا نرى أي صحب. هذا مذهل، لا أصدق أنك صنعتيه بنفسك. وكوب من الكاكاو الساخن سيحسن المزاج. أتساءل ما هو التحدي؟ أنا متحمسة للغاية. الأمر مخيب للأمل حتى الآن. أجل، أليس كذلك؟ ما هذا الصوت؟ مفاجأة؟ لا شيء بعد. مرحبا، نحن ننتظر. كان هذا رائعا. عجبا، هل نفتحها؟ حسنا، إنها ملكي. هيا أعطيني إياها، كانت فكرتي. لا تلمسيني. أنت شرير جدا يا كريس. بقاعات، لا أهتم، ولكنها جميلة فعلا. هل يمكنني تجربتها؟ كلا، أرجوك. إنها ممتعة جدا. انظروا إلى هذا، خطرت لي فكرة. سيكون هذا جيدا. نبدأ بلوحة رسم، ثم نستخدم فرشاة دوارة لوضع الطلاء. تأكدوا من تغطية اللوحة بأكملها. والآن خذوا كوب قهوة وضعوه في طلاء أبيض، ثم اضغطوه على اللوحة. كونوا مبدعين قدر استطاعتكم، ثم انتقلوا للتلوين داخل الدوائر. جربوا إضافة ألوان مختلفة للحصول على تأثير أكثر واقعية. فنحن نحاول أن نوضح الضوء في الفقاعات. يبدو هذا جيداً. والآن نضع بعض التفاصيل الدقيقة. يبدو هذا رائعاً، فني بحق. لدي بعض الفقاعات الخاصة بي يا كريس. ماذا؟ هل تغار؟ هل يمكنني الحصول عليها؟ لنتبادل. أعطني إياها. أين الفقاعات؟ إنها فارغة، هذا ليس عدلاً. هل نسيت أن أخبرك بأني استخدمت كل الفقاعات؟ هذا ليس مضحكاً. حسناً، حان وقت التحدي التالي. يا إلهي، إنه يونيكورن، أنا سعيد جداً. اهدأ قليلاً، يجب أن أرافق أصحاباً جدد. ماذا تفعل يا كريس؟ أنا الأميرة اللامعة، حاكمة مملكة قوس قزح. بالطبع، هذا مظهر جديد لك. توقفي، أنت تفسدين هذا. لندير العجلة. هذا رائع. بلا يدين، ليست مشكلة، ها نحن ذا. سأضع يدي خلف ظهري. هذه فكرة جيدة. ظننت الأمر سيكون أصعب قليلا. ليس سيئا. انتهيت، ما رأيك؟ ليس سيئاً، هذا يبدو لطيفاً. ماذا تعرفين عن الفن؟ سأريك كيف ترسم اليونيكورن. دعني فقط أتفقد المقياس. أجل، أتفقد المقياس دوماً. إنه يونيكورن بالتأكيد. ماذا يفعل الآن؟ أظن أن لدي خطة. ينبغي أن يسهل هذا الأمر. أبدأ بورقة مربعات، ثم أرسم اليونيكورن. قد يبدو مضحكاً في هذه المرحلة، ولكن ثقوا بي، صار يبدو جيداً. حين ينتهي الجزء الخارجي، أبدأ بملء المنتصف. تبدو طريقة جيدة فعلاً لرسم شيء كثير التفاصيل. استخدام الورق مربعات يسمح لك بوضع قياس للرسومات، يساعد على جعل الرسم أسهل كثيراً. حان وقت إضافة الألوان. ليت الرسم كان بتلك السهولة. لنضيف ألواناً أكثر إلى القرن. أخبرتك أننا نعرف ما نفعل. ها هو اليونيكورن الذي رسمته. انظر إلى هذا،
إنه جيد، أليس كذلك؟ كيف فعلت هذا؟ أعني يونيكورني بشعر ملون. على الأقل حاولت. أعرف، لدي شعور جيد بخصوص هذا. قلب حب، إنه لطيف جدا. من سيدير العجلة؟ أنا رائع في حرب الإبهام. هجل، لقد فزت. كنت قريبا من الفوز. أرجوك لا تكن خيارا صعبا. بلا ورق، ولكن كيف أرسم؟ أظن أن عليك اكتشاف ذلك. انظر إلى هذا. سأبدأ برسم خط في المنتصف، ثم خط آخر، ثم بعض الخطوط في الأعلى والأسفل، والآن على جانب القلب. القلم الرصاصي رائع لرسم الخطوط التوضيحية قبل أن نستخدم الحبر. حين تنتهي من الشكل الأساسي، استخدم منحاة لإزالة الخطوط التوجيهية حول الحواف، ثم أمسك قلم الحبر واتبع الخطوط. يصنع هذا تأثيراً ثلاثي الأبعاد. والآن سنضيف الألوان. تذكروا أن تلونوا داخل الخطوط. حين تنتهوا، أضيفوا الظلال حول باطن الأطراف. القلم الرصاصي العادي مناسب لذلك. أضيفوا الظلال إلى أي مكان قد يقع فيه الظل أو حيث تظن أن الضوء سيكون مختلفاً. إنها طريقة مختلفة لرسم قلب الحب، ولكنها تبدو مثيرة للإعجاب. لقد انتهيت، ما رأيك؟ واو، أعني لا بأس. ماذا يمكنني أن أستخدم؟ أعلم، يداي. الأمر بسيط للغاية، لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي فكرة، قلب صغير، ما رأيك في هذا؟ إنه قلب. كلا، ليس كذلك. آسف. حسناً، وما رأيك الآن؟ استسلم فحسب. أعلم أن بإمكاني فعلها. هيا أيتها الأصابع، لا تخذليني. أظنني اكتشفت حلاً. أحتاج إلى قلم حبر أحمر. سأضع إصبعاً فوق الآخر، ثم أرسم قلب حب. ثم استخدم قلم حبر أحمر لملئه ببساطة. أعجبني، أم هل أقول إنني أحببته؟ ولكني لم أنتهي بعد. سأضيف وجهاً مبتسماً، وستحتاج إلى آخر للحصول على حب حقيقي. يا للرومانسية، انظري. حقاً، إنه لطيف فعلاً. انتظر، خطرت لي فكرة. لا تفسدي الرسمة، ستكون رائعة. ها هي ذا، إنهما يتعانقان. أظنني سأبكي، إنها رسمة لطيفة للغاية. أي قلم رصاص أستخدم؟ الأزرق أم الأخضر؟ انظروا إليها، أحبك. سأراك لاحقاً في أحلامي. عجباً، حلزون؟ رائع. من سيدير العجلة؟ لقد فزت. كنت متأكدة من أنني سأفوز. هيا. بلا يدين مجدداً. حسناً، يمكنني فعلها. ها أنا ذا. ربما يمكنني المساعدة. ها نحن ذا. أنت مخطئة. لكن كيف ذلك؟ حسناً، سأجرب. أغلقي عينيك. لماذا تتصرف بغرابة؟ حسناً، لحسن الحظ أحمل عصابة للعين. كيف أبدو؟ رائعة. هذا أصعب مما يبدو. أنت رائعة، أعني إنك ترسمين بروعة. علي تقبيلها. انتظروا، لا يمكنني أن أنسى هذا. أتمازحونني؟ لقد أنفقت 20 دولاراً لشرائها. غبية. حسناً، علي التصرف سريعاً. سألقيها خارجاً. من يحتاج إلى زهور ثمينة وفي يده قلم حبر؟ أرسم زهرتك الخاصة. إنها رومانسية أكثر بهذه الطريقة. تبقى الجذع وستنتهي. آمل أن تعجبها. لا فكرة لدي عما رسمته. إنها جيدة جدا، أعني إنه حلزون. لقد رسمت شيئا. لأجلي؟ أنت أجمل من أي وردة. أخجلتني، ولكن هذا رومانسي للغاية.
سنان، الشريط اللاصق جاهز. سأضع هذا الطرف هنا. حان وقت بدء الرسم. أوه، إنه أصعب مما ظننت. أحتاج هذا اللون الآن بدقة. يجب أن يظل الخط مستقيماً. هذه رسمة فظيعة. أو مهلاً، لدى جدي ذلك الشريط اللاصق. المعذرة، سأستعيره يا جدي. حسناً، أحضرت قطعة من الشريط اللاصق. سأضيف إليها أقلام التلوين، والآن سألف الشريط حتى تثبت في مكانها. ستعمل هذه الحيلة وسأحصل على نتيجة مثالية. الآن سأرسم قوس قزح أفضل. رائع، نجحت، أنا عبقري. واو، أحسنت. ماذا لو جربنا هذه الطريقة مع عدد أكبر من الأقلام؟ هذا العدد كبير، ما نوع قوس قزح الذي سنحصل عليه؟ هل أنت متأكد من أن هذا سيعمل؟ لا ضرر من التجربة. هيا بنا لنرى ما سنحصل عليه. من قال إن قوس قزح على شكل قوس فقط؟ سأبدأ من هنا، ثم سأتجه للأعلى، ثم سأنتقل إلى الجانب الآخر. ثم سأعود من حيث بدأت. واو، انتهيت. ألقي نظرة على اللوحة الفنية. تبدو مثل طائر. واو، عرض خاص، لوحات فنية بأسعار مخفضة. يا للهول. كلا، شكرا. لا، رفض آخر. أوه، الشخص الغريب، النجدة، أنقذوني. اهدأ، ما الأمر؟ لا يريد أي أحد شراء أعمالي الفنية. يا جدي، ما الذي تفعله في حوض القمامة؟ ما الذي تخطط لفعله بهذه القمامة؟ ألا تزال لا تثق بي؟ حسناً، شاهد وتعلم. سأضع غطاء القدر على اللوحة، ثم سأبدأ برش البخاخ على اللوحة. هدفي هو تغطية كل اللوحة بما في ذلك الغطاء. ثم سأضيف بعض الطلاء الأبيض على الزاوية. سأملأ الفراغ بالكامل. حان الآن دور الكيس البلاستيكي. سأربط بالكيس على الطلاء الأبيض لإزالة البعض منه. هكذا، ثم سأنثر بعض قطرات الطلاء الأبيض. حان وقت إزالة الغطاء. وانتهيت، اللوحة جاهزة. ما رأيك؟ واو جدي، إنها تحفة فنية. لا أصدق مدى سهولة صنعها. خذ، يمكنك عرضها للبيع. أريد هذه اللوحة، سأدفع مبلغا كبيرا. حسناً، أظن أن هذه القطعة جائزة. لا أريد التباهي، لكن أظن أن هذه اللوحة تحفة فنية مميزة. سأضعها على الحامل. واو، ما أجملها. أو فقاعات صابون، أحتاج إلى مكافأة نفسي. أجل، الكثير من الفقاعات، أنا أعشقها. مرحباً، لقد عدت. المعبرة، أوقعت اللوحة. أوه، إنها تحفتي الفنية، أفضل لوحة رسمتها. لحظة، فقاعات، لقد ألهمتني بفكرة رائعة. أحضرت عبوة بلاستيكية وسأقص جزءها العلوي. سأضع شبكة فوق الغطاء. الخطوة التالية هي سكب الصابون في حاوية زجاجية. هذه الكمية كافية. سأغمس الطرف الشبكي في الصابون. لقد علق الصابون على الشبكة. سأضيف بعض الطلاء. الطلاء الأزرق أولاً، ثم الأحمر والأصفر طبعاً. الألوان الأساسية الثلاثة. حان وقت نفخ الفقاعات. سأحرص على الاقتراب من اللوحة. سأفقع بعض الفقاعات الكبيرة. انتهيت، أظن أن لوحتي جاهزة. يا حفيدي، ما رأيك بهذه اللوحة؟ واه، كيف فعلت ذلك؟ لقد ألهمتني فقاعاتك وصنعتها لك. شكرا جزيلا يا جدي، لقد أعجبتني. الفقاعات عظيمة حقا. سأحاول مجددا، تبدو جيدة. أظن أنني انتهيت، سأقارنها بالأصل. أوه، النتيجة سيئة. هو، سأتسلل خفية لأفاجئه. ستعجبه بالتأكيد. أوه، ما هذا؟ أوه، هذه رسمة سيئة. لابد أنه يواجه يوما عصيبا. أوه، هذه المصابيح جميلة وألهمتني بفكرة عظيمة.
أحضرت هذا الإطار، سأفتح ثم سأحضر هذه المصابيح الصغيرة وأوزعها داخل صندوق الإطار. وانتهيت، حان وقت إعادة الغطاء. وهذا رائع يا جدي. مصابيح في صندوق، ما المغزى منها؟ أو جدي هيا دعني أريك. أحضر صورتك وضعها فوق الزجاج. هو فهمت. واو انظر إليها تتوهج. فهمت قصدك، يمكنني نسخ صورتي بسهولة. يمكنك إعادة إنشاء الصورة. حسناً، حان وقت المحاولة مرة أخرى. سأتتبع الخطوط البارزة بفضل الضوء. واو كل شيء يسير بشكل رائع. هذا سهل، بقيت اللمسات الأخيرة فقط. انتهيت، أظن أن هذا يكفي. لوحة فنية أخيراً، كل ما احتجته مجرد إطار وبعض المصابيح. العفو. يا لوحتي العزيزة، أنت رسمتي المفضلة في كل الأوقات. أو جدي انتبه، لا توقع لوحة أخرى أرجوك. أنا جاد، ستكون كارثة حقيقية. ماذا لو اصطدم بها بالفعل؟ هو انظر، هو انظر، كم معطفي ملطخ بالطلاء. هو لوحتي، لا. أوه يا له من كابوس، لن أتحمل حدوث ذلك. أوه خطرت لي فكرة رائعة. المعذرة يا جدي، سأستعير مثبت الشعر. حصلت على مثبت الشعر وحان وقت العمل. سأضيف طبقة منه إلى لوحتي. يجب أن تغطي اللوحة بالكامل. انتهي، بعد أن يجف ستصبح اللوحة محمية بطبقة واقية. انظر، الطلاء ثابت في مكانه. هاو إنها أمينة من جدي. هاو مهلا، أنت محق، نجحت حيلتك. لا يوجد أي شيء على معطفي. هاو من الجيد أنني أخذت احتياطي. لوحتي آمنة. رائع، أنبوب ورق تواليت آخر. تعال معي وأكمل برجي. أجل، قلعتي شبه جاهزة، إنها رائعة. يا جدي، هل أنت هنا؟ لا أستطيع العثور على نظارتي. لا يمكنني الرؤية بدونها، أنا أعمى حرفياً. توقف عن الرفرفة بذراعيك. لا، قلعتي الحصينة لقد انهارت. ذهب كل تعبي وجهدي سدى. اسمع، هذه نظارتك، خذها وانصرف. تبدو غاضباً، ماذا حدث؟ تحطمت كل أحلامي. يبدو حزيناً، مهلاً، يمكنني إصلاح ما أفسدته. أحضرت أنبوب ورق تواليت بحيث يصبح مسطحاً، ثم سأقصه إلى دوائر. ممتاز، هذا ما خططت له بالضبط. حان وقت الخطوة التالية، مسدس الغراء. سأضيف قطرة هنا على الطرف. ممتاز، أحتاج إلى حلقة أخرى. سألصق هذا الطرف على الطرف الآخر. جيد، إنها تبدو بشكل مطلوب. سأواصل الآن وأضيف المزيد من الحلقات. وهكذا صنعت دائرة كاملة من الحلقات. سأضيف المزيد من الحلقات بين الحلقات الأولى. وانتهيت، حان وقت طلائها باللون الوردي. يا جدي، انظر ماذا صنعت لك. أنا أعرف مدى حبك للفن. ماذا؟ هل صنعتها من أنابيب ورق تواليت؟ أجل، وانظر، يمكنني تعليقها على الحائط كديكور. هكذا، ما رأيك بها؟ إنها رائعة، لقد أعجبتني. أحتاج إلى تنفيذ بعض الحيل السهلة. هذا ليس صحيحاً، إنه لا يلف للداخل. هل يمكنك مساعدتي يا جاسمين؟ حسناً، أفترض ذلك. سيكون هذا رائعاً. ها؟ ما خطب هذا؟ شاهدي هذا. هاو، كانت رسمة. ماذا يحدث؟ ملابس من هذا؟ أبدو رائعاً. هاو، هلم، صحيح، إنها ملابس لطيفة. انظر هناك. مرحباً أيها الجميلان، مرحباً بكما في تحدي الرسم. هاو، أين ذهبت؟ أو حسناً، أظن أن بإمكاننا الاسترخاء. الصودا المفضلة لدي. رائع، إنني أتطلع لهذا.
مذاقها لذيذ. هانت، ماذا تفعل؟ اختر رقماً. آسف. هيا، ليس لدينا اليوم بأكمله. لنختر الرقم 3. اختيار ممتاز. أوه، نطفة ثلج. مهلاً، هل هذا تحدي بتوقيت؟ من الأفضل أن نبدأ. سيكون هذا ممتعاً. سأبدأ بشكل أساسي ثم سأضع التفاصيل. حسناً، والآن سأرسم النطفة التالية. سأرسم الشكل الأساسي نفسه، لكني سأرسم بعض الخطوط المموجة في المنتصف. يبدو هذا جيداً. حسناً، ما التالي؟ سأضيف المزيد من التفاصيل في هذا. يقال إنه لا توجد نطفتا ثلج متشابهتين. أنا سعيدة حقاً بهذه الرسومات. أتساءل كيف تجري الأمور مع جاستن. إني أحاول التركيز. الوقت ينفد. مهلاً، ها قد انتهيت. أوبس، كان هذا حادثاً. آسف. الصودا في كل مكان. كلا، لقد تلفت رسمتي. أنا آسف جداً. عليك أن تكون حذراً. انظروا إلى هذا، هناك شيء ما يحدث. سأنفخ هذا بعيداً. واو، ماذا يحدث؟ جاستن، أين أنت؟ أوبس، الجو بارد جداً. أفهم شعورك يا رفيق. أين أنا؟ لا أعرف، لقد علقت هنا منذ سنوات. سأصاب بالبرد. هل يمكنني استعارة هذا؟ مهلا اللحظة، بيكفوت. أوه، بشري، لن تصدقي أبداً ما حدث للتو. لن أخرج مجدداً أبداً. شكراً، أشعر ببرد شديد. أوه، حسناً، سيعلمك هذا درساً. لا أستطيع الشعور بوجهي. حان وقت التحدي التالي. اختر رقماً رجاءً. هل نلعب لنحدد؟ لقد فزت. الرقم 1. لنرى ما وراء الرقم 1. يا له من فستان جميل. أوه، يعجبني هذا. يمكنني النجاح في هذا، ولكني سأحتاج إلى كل أقلام الرصاص. هذه فكرة جيدة جداً. علي العمل في تصميم الفساتين. أو قد تود أن تهدأ قليلاً. أو صحيح، حظاً طيباً في التعامل مع هذا. لست واثقاً إن كان هذا سيفي بالغرض. إنها أحدث صيحات الموضة. أجل، صحيح. أعتقد أنني سأخسر هذه الجولة. أو الطاولة، يا لها من فوضى. هل تظنين أنني سأقع في المتاعب؟ من الأفضل أن أنظفها. البقع لا تزول. أفركها بشكل أقوى. أوه، مهلا اللحظة، لقد اختفت. جيدة وكأنها جديدة تماما. أعطني هذا. لدي فكرة. سأضع نموذجا فوق الرسمة، والآن سأضع الطلاء بضربات خفيفة عليها. سأستخدم ألوانا مختلفة بينما أنتقل إلى أسفلها. إنه مثل قوس قزح. سيبدو هذا مذهلاً. كدت أنتهي، والآن سأزيل النموذج. أنا سعيدة بهذه الرسمة. أحتاج إلى تدريم أظافري. أو مهلاً، هل انتهيتما؟ أظن أنني سأثير إعجابك. أنا لقد فقدت رسمتي. تفوز جاسمين بهذه الجولة. بالطبع، أحسنت، سأحب ارتداءه. أتساءل بماذا سنحظى هذه المرة. اختار رقماً. 3. 1. 3. 1. كلا، لن نختار الرقم 1. لنضحي قليلاً. الرقم 2. حسناً، هذا عادل. اكشف عن نفسك يا رقم 2. واو، خروف زغبي ولطيف. يبدأ وقتكما الآن. أوه، ليس لدي وقت لهذا. من الأفضل أن أبدأ. هل سرقت كل الأقلام للتو؟ ما هذا؟ أوه، أنت غير فحسب. بالطبع، هذا ما في الأمر. هذه رسمة دقيقة. شاهدي وتعلمي. هل تحبين السحر؟ أليس هذا للأطفال الصغار؟ استعدي لتذهلي. هل هذه نقودي؟ هل هذا كل ما لديك؟ إنها صغيرة قليلاً. أعرف ما سأفعل. كيف وصلت هذه إلى هناك؟ لا أتذمر، هذا ما أحتاج إليه تماماً. سأضع العملة على الورقة، ثم سأرسم حروف M صغيرة حولها.
حسناً، والآن سأزيل العملة. حان الوقت لرسم الوجه. هذا ليس سيئاً. أحتاج إلى إضافة بعض اللمسات النهائية فحسب. وها قد انتهينا. انتهت الجولة ونفد الوقت. هريان عملكما. تدا. أعترفي بأنه جميل جداً. لا بأس به. أنت إلى أين تذهب؟ عد إلى هنا. أنا الفائز، أليس كذلك؟ عجل يا جاستن، أنت الفائز. أحسنت. أحب الطلاء، يشعرني باسترخاء شديد، ولدي أفضل عارضة. أنت لطيف جداً. أنتما انتبها، اختار رقماً. سأري هذه لاحقاً، نحن مستعدان. هيا إذن. أظن هذا صعب. ما رأيك؟ أعرف كيف يمكننا الاختيار. يمكننا إلقاء نارد. الرقم 5. حسناً، لنختار هذا. 5. خيار مثير. رسم الحياة البرية. هذا صعب. أحببت هذا. أحتاج إلى بعض الأقلام المميزة. من أين أتت؟ أليس هذا غشاً؟ ليس لدي سوى قلم رصاص ممل، وليس مسنوناً حتى. لحسن الحظ، لدي مبرات أقلام رصاص الضخمة والكوميدية هذا. يبدو أنني قد بريته كثيراً. لا يمكنني استخدام هذا. ماذا سأفعل الآن؟ ربما يمكنني السرقة. أقصد استعارة قلم، ويمكنني استخدام هذا المقص لرسمتي، ثم سأرسم حوله. سأحركه للأعلى قليلاً وسأرسم حول أعلى المقبض، والآن سأديره رأساً على عقب. ينبغي أن يفي هذا بالغرض. والآن سأرسم التفاصيل. سأبدأ بالعينين ثم الأنف والفم. حسناً، يمكنني إضافة العرف الآن. هذه طريقة رائعة للرسم. سألون الرأس. سأبدأ بالأذنين والفم، وسأستخدم الوردية للأنف. أعتقد أنني كدت أنتهي. كدت أنسى اللسان. ها أنا ذا ملك الغابة. إنه موديل، أليس كذلك؟ هذا جيد جداً. ها هي رسماتي. أحسنتما. هذا قرار صعب. إنه تعادل. واو، هذا عادل. يا جاسمين، لدي شيء لك. آمل أن تعجبك. رائحتها مذهلة. شكراً، هذا لطيف جداً. أنت تستحقينها. إنها جميلة. روميو وجولييت، توقفا. ما زال عليكما اختيار رقم. 5. 1. 5 و1 يساويان 6. الرقم 6 رجاءً. حسناً، الرقم 6. اختيار جيد. يبدو أن وقتنا نفد. وداعاً. ماذا تعنين؟ لقد عدنا إلى الصف. اصمتوا، الكلام في الصف ممنوع. على الأقل حظينا ببعض المرح.